العريس صح الكوبايه. معلش. طب ودي ايه؟ لا العريس عاجل. لا بي ده دي عشان ابن سعادتك والنبي ابن الهدايه. ايه اللي بتعمله ده؟ تبقى مفوت معاك حاجه. والله ما مفوت حاجه. ادخل معايا. اقول لحضرتك على حاجه بس. معايا. هو كلهم هيتمتم كلام اي كلام. اقول لك ادخل معايا. اتفضل. انا برضه ورايا ضهر، انا عايز تليفون. اقلع هدومك ما تضيعش وقتي. اتفضل يا بيه. انا عايز تليفون بقى. ايه ده انت لابس كام في الليل؟ ثلاثة بيبقى امر الدكتور. طب اقلع. اقلع يعني عندي سل ممكن عليك. بقول لك اقلع. اقلع وريني. اقلع بيه. اقلع يا جاهل. اتفضل. ادي الفانيلا التاني اهي. اتفضل يا بيه. اقلع التاني. لا بيه اقعد. بقول لك اقلع. اقلع يا انا هتصل بقى بيه. بقول لك اقلع. اتفضل. الله 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 ايه ده يا زهرة؟ يا بيه فانيلا اشتريتها كده بالساعات. ابراهيم برهومة بيبي. الله ما ترد عليا بقى يا بيبي. اوه بقرا قرار العلاوة الجديد. قرار عامل زي الفزورة، كل ما اقراه ما افهمش حاجة. تفهميش انت هناخد كام؟ وافرض اخدنا العلاوه يا اخويا هنعمل بيها ايه؟ ما هي الاسعار عماله بتزيد، احنا بننقص يا ابراهيم ما بنزيدش. يلا يا حبيبي اشرب قهوتك عشان نقوم نروح لماما. يا دي ماما ماما، واعداد التاكسي ده مش بفلوس؟ اصل ما انتش عارف اخويا فتحي جاي النهارده من بورسعيد، وكنت موصياه على حتتين قماش. ايه ده؟ هديه؟ ما جابليش قميص انا كمان؟ هديه؟ هو فتحي برضه بتاع هدايا. انا هحاول اخد حقهم من ماما. ماما مش هيحصل يا اختي، ولا اللي هتدبس في تمنهم. الماما قال هي امك دي بيطلع من تحت ايديها مليم. ماما خلينا في العلاوات. الحمد لله على السلامة. وحشتيني يا بنت. اتأخرت ليه يا كان عندي اجتماع في الجمرك بس. يا لهوي وقف اشوف بحاجة يالا. وقف اشوف بحاجة يا بنتي على صديق المسؤولين يا اخويا. اسقط يا جميل اركب. الله اعلم اتاخر كده ليه. استرها معايا يا رب. غلبت اقول له يا فتحي يا ابني بلاش عربيه ابوك دي تعبانه مش حمل سفر. برضه ما سمعش كلامي. مغلبني قوي ابراهيم ما انت عارف. عارف يا حماتي عارف. ايه مفيش حتى كوبايه شاي فنجان قهوه. اهمل احنا لسه قعدنا. الله يرحمك يا عبد الظاهر رحت وسبت لي وجع القلب. بس لو كان ربنا مد في عمرك لحد الواد ده ما خد التوجيه بس. ايوه كان زمان موظف محترم زي حالاتي قيمه ومركز ووظيفه ميري. انا مش عايز بس غير معلقه بن ومستعد اطفح القهوه ساده. هم اصحابه ولاد الحرام هم اللي تلفوا امله. تصدق يا ابراهيم ده بيجيني وش الصبح ده بيشرب بيره. ايه بيره؟ لا والدور والباقي على شغله العواطليه اللي عايز يشتغلها. ابن عبد الظاهر به قوره نظر الصنايع وابن بهية بنت العمد. معلش معلش يا ماما ما هو ابراهيم بيكلمه في الحكايه دي. انا ايوه ايوه ومصيره يعقل ان شاء الله يا ماما. قصدك مصيره يروح السجن. ابني انا فتحي هيروح السجن. ده انا لما ابوه مات الله يرحمه قلت خلاص فتحي ابني هيملى عليا البيت، هو اللي هيمسك فلوسي هو اللي هيدير ملكي. ده انا مره خليته يروح يحصل لي الايجارات غاب يومين وجا صارف نص الفلوس. غلطان يا حماتي لكن ما يهمكيش من اي حاجه، حكايه الفلوس والملك دي سلمها لي انا. ابراهيم انا قصدي اقول يعني اي خدمه، بس الواحد بصراحه كل ما بيجي عند حماتي هنا بينكسف من كرامها. غمض عينك اهو. فتحي بقى. مش معقول يا فتحي. ولي هلي عشان خاطري عشان خاطري جبت لك حته ساعه عشان لما اتاخر عليك تبص فيها زي بتوع الزيمه. طب ولي شوفي جميله قد ايه. الله دي حلوه قوي يا فتحي. طب فتش الجمرك وعجب بيها عجب يا بت. بس انت كلفت نفسك قوي يا فتحي وانت يعني ميح يا بت. وانا في اغلى منك. ده احنا فيه يعني فكيهة وفتحي زي ياسين وبهية عزيزة ويونس. بكرة قصة حبنا ديت اعملوها تمثيلية في التلفزيون. الواد التمام قوي بقى والبت الحليوة السكر وابوها بقى اللي مزرجن ومش راضي. الجوازة دي مش لازم تتم. عايزني اجوز بنت الواحد مهرب؟ ما تقولش مهرب يا عمي انا راجل تاجر. ايه التجاره عيب؟ لا اله الا الله. تاجر ودكانك شنطه وعربيه مهكعه؟ جرى العبايد يا شاطر.
اما بقى عندك دكان وليك مستقبل يبقى تعالى كلمني. اروح انا بقى لامي اقول لها ياما يا ام البطل ارحميني ياما ياما قلبي هيتحطم ومستقبلها يروح في الكازوزه. النبي يا امه اديني قرشين افتح بيهم بوتيك اترسم فيه. والله العظيم كل قرش هتدفعيه هرجعهولك 20 مرة. انا قلت لا يعني لا، هي كلمة واحدة. انا خلاص ما عادش حلت فلوس اديها لك. انت جرالك ايه يا ابني بس؟ انت بتسلط عليا؟ فهميها انت يا سعاد. يا امه البوتيك النهاردة بيصفي لي يومية ما هي الثلاث وزراء في الشهر. انت مش عايز ابنك يبقى فوق؟ لا فوق ولا تحت، هي كلمة واحدة. أنا خلاص ما حلتيش فلوس. وأنت إيه اللي بتقطعيه ده؟ بعمل سندوتش جبنة رومي لجوز إبراهيم قبل ما أشرب فنجان قهوة، أصل نفسه غم عليه قوي قوي يا ماما. أنا اللي نفسي اتكسرت ومحدش دريبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. تعبت يا عبد الظاهر، تعبت، تعبتني الوحدة وطبع العيال فيا من 5 سنين دلوقتي وأنا بعافر مع الدنيا من غيرك. تعبت يا سيدي يا رجلي يا ابو عيالي اللي فايتني في الدنيا وحدانية. وشوف الباشا هيتعبى ايه، عدا ولا صبر يا جميل. اخرس يا ولد بلاش قله رمايه. لا 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 يا وسيد ما تغلطش، اقصر الشر وروح اقعد مع اللي زيك. لا مش انا اللي تعمل له كده، انت فاكر نفسك ايه؟ انا هعرف اربيك واكتبك في الاسم. انت يا سيد تكتبني في الاسم، انا ممكن اهزق كرامتك. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد. بقى حضرتك بتسكر وبتضرب بالازازه كمان؟ سعاده البيه انا مستعد ابوس راسه قدام حضرتك. سوري سوري انا لا اقبل اعتذار. الاشكال دي لازم تتربى لانها هيتكرر تاني وده خطر على المجتمع. بين المجتمع يا حاج يا سيد بنت الحاج يا سيد. سوري ايوه اي اجراءات تانيه يا فندم عشان نكمل المحضر؟ لا متشكر قوي بس لو سمحت ضيل على المحضر. امرك يا فندم. فين؟ قبل هنا. ايوه مع السلامه. انا هكلم عبد المجيد بيه اشكره على همتك. ويسوري على الازعاج اللي سببنهولك. ربنا يخليك ماما. سعاد
يا ماما مالك؟ اخوكي فتحي ما جاش البيت من امبارح. يا خبر يا ماما. ابراهيم الحقني يا اخويا، انا خايفه الواد يكون جراله حاجه. لا اديني فيك شر الجايين. اعمل معروف. لا لا طمني يا حماتي، انا هنزل ادور لك عليه دلوقتي في الاقسام والمستشفيات. عشان خاطر يا ابراهيم انزل، عشان خاطر يا اخويا. حاضر. ايه بس شوفي بقى التاكسي هيعمل كام. ها ما تفشفش امك. انت كنت فين؟ كنت بايت عند واحد صاحب. ايوه وانا اللي ضمنته. يا لهوي ضمنته يعني ايه؟ لا انا قلت ضمنته، انا قصدي انا اللي لقيته وجبته معايا. هي سعد ما جتش معاك ولا ايه؟ ما احنا قلنا كل واحده تستناها في حته. ايه؟ لا طب اما اروح بقى علشان اطمنها عليه وعليا. فكرين يا ابراهيم. ايوه تعالى هنا يا ولد، قول لي بالظبط حصل ايه؟ انا مش غشيمه؟ ياما انا مش هغشك. انا كنت بايت في الاسم. عادي اللي انا عامله حسابه. انا خايفه من كده طول عمري. قول لي بقى بالظبط اوعى تكذب عليا، حببت ايه؟ ياما ما تخافيش، لا انا سرقت بنك ولا نصبت على حد، خناقه. بلطجي ابن عبد الظاهر به قوره، بلطجي عصبجي. قصدك جدع بقى، ابنك ما يتهزقش وينخ يا ام فتحي. الله يرحم ابوك، لو كان عايش كان نسل عليك خرزانه. اه ما نسل خرزانات، ومره ضربني الكرسي في دماغي، يعني طلعت وزير؟ اما ما هنتي انت لو تفهميني وتساعديني. ايوه هتلف تلف برضه عشان الفلوس. طب عشان ترتاحي انا مستعد اسمي البوتيك على اسمك. ب ب بوتيك بهي. ايوه انا فاهمه يا اخويا كل حاجه، انا مش غشيمه. افهميني بقى. اخرس. طيب بكره الايام هتلف وهتحتاجي لي. احتاج لك انت؟ قال يا محتاج السمن من نمل. بصراحه بقى يا فتحي امك عندها حق. ما خلاص بقى عندها حق، عندها حق. يعني تصوعني والفلوس على قلبها قد كده؟ ما هي غرضها تعتمد على نفسك، وبعدين ده اكرمها. وبعدين يا اخي دي حاجه تفرحك. تفرحك؟ من غير راس مال؟ طب ازاي؟ ده بتوع جمرك في المشوار الاخراني يدفعوني كل اللي حلتي. خلاص انا هشاركك في الشغل. شاركيني يعني ايه؟ هو في فرق بيننا؟ اشمعنى انت بقى عايزني اشاركك حياتك كلها؟ يو بلاش غلبه بقى، خد حتتين الصيغه دول، بيعهم ولا رهنهم ولا اعمل فيهم اي حاجه. امسك يا فتحي. سختك معقول يا اخويا؟ انت كمان خد امسك، اعتبرها حسيتي في الشركه. عندك انت يعني صيغه بقى في الجهاز عشان ارهنها، ولا انا عندي عربيه اروح بيها بورسعيد؟ مش معقول كده يا فكيه. اصل عليك يا فتحي. انا مش عارف بقى اقول لك ايه. خلاص بقى قول انك موافق، بس تنفذ لي كل شروطي. شروطك؟ اه بفلوسي بقى يا استاذ. اقول يا ستي ابويا طول عمره راجل شريف، ترضى لي انت بقى اتجوز مهرب؟ انت هتنزل تشوف لك كده حته دكان تكون عتبته مبروكه، نحط فيه حتتين بضاعه واهرس ان على الله. قلت ايه بالفتوح؟ تقوليش بتقري افكاري يعني؟ موافق؟ صباحات ربنا حمر على السماسرة واشوف المحل باذن الله. هسميه بي اف اف بوتيك فكيها عبيطه. تعيشي وتفتكري يا اصيله. كنت بقضي واجب، ما انت عارفه طول عمري صاحبه واجب، وبعدين انسعدت وشفتك. ازيك يا مؤمن؟ الله يسلمك يا حبيبتي. انا خلاص ما بقاش فاضل لي الا هنا. ليه يا اختي؟ حابس حابس تلفي من بقك اللي بتقوليه ده. طب ده انا لما جوزت بنتك سعاد بقت المعازيم مش عارفه العروسه من امها. اما انت عليكي كلام يا مؤمن. جايلك نهار سعد ويوم هنا. منين يا حسره؟ يعني هو الفنجان هيكذب يا استباهيه؟ طب بص كده شوفي، جايلك جدع طول بعرض وقيمه ومركز تاني. انت كل ما تشوفيني تقولي لي الكلام ده يا ام امام. وليه لا يا حبيبتي؟ لا عيب ولا حرام. على راي المثل البعد ما شاب ودوه الكتاب. شاب؟ ده انت لسه يا حبيبتي في عز شبابك، والف مني يتمناكي. يا اختي وشي ده ولا فرقه قمر؟ جسمي ده ولا ريش نعام؟ انت كمان يا ام امام. مش حرام عليكي شبابك؟ هي الواحدة مننا هتعيش كم مرة؟ ده اليوم اللي بيعدي ما بيتعوضش، اسأليني أنا.
ايوه يا مؤمام، لكن مالك انت ولا حاجه، ده شرع ربنا يا حبيبتي. ولا عاجبك حبستك في الاوضه دي بين اربع حيطان؟ لا انيس ولا جليس. انا اتجوز تاني بعد عبد الظاهر؟ يا الله يرحمه بقى. لا لا، حق كل اللي كده يا مؤمن. طب افرضي الله لا يقدر ولا يكون، والاعمار بيد الله، كنت انت وهو اللي عاش، مش كان هيشوف له شوفه؟ جايز يمكن برضه، لكن طب والولاد يا مؤمن؟ معقوله يا ماما؟ معقوله صاحبتك دي بعد ما اتجوزت وابنها بقى راجل كبير عايزه تتجوز تاني؟ وماله يا سعاد، ما دام لسه فيها الرمق تتجوز، مش احسن ما تهلس؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا ابراهيم؟ كل الحكايه انها وحدانيه يعني. ونس الونس قال اشربي يا ماما قهوتك، اشربي، ده صنف ستات يقولوا عليه المرق. مرق ده ايه انتي رخرة؟ اللي هو يعني النوع المتصابي اللي بيقولوا عليها شايبه وعايبه. طب ما انت اهو يا ماما ظروفك زي ظروفها بالظبط، ما فكرتيش تتجوزي ليه بقى؟ على رايك. وده معقول يا حماتي؟ لا، الوليه التانيه دي مخها ضارب قرشانه. العدل جاي بعد نقطتين، اجيبه لحد ولا الاثنين؟ هو مين ده يا اختي اللي تجيبيه؟ العريس يا زغنطوطه، ما قال لي وقلت له وجاني ورحت له يا عوازل فلفله، ما قال لي وقلت له. لكن انت ازاي تكلمي حد عني؟ انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. خفت عليكي لا تطير من ايديكي، ده راجل وقيمه ولا كل الرجاله. عون يا حبيبتي طول بعرضه وبكامل صحته. بس انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. يا ست بهية ده مركزه يشرف ويزيد على المرحوم اللي بتطلع لي بيه السما. بس انا لسه ما قلتلكيش ايوه ولا لا. تبقى انت اللي هتنيني بختك بايدك، انا عملت اللي عليا، الخطبات عززت. طب اسمعي بس. اهو كده. انت يعني كلمتيه عني بالوصف ولا هو شافني بعينيه؟ الا شافك، ده شاف القمر، ده تنه ماشي وراكي من باب البيت لحد ما ركبت التاكسي من ميدان الساعة. المشوار ده كله؟ طب مشي ورايا ليه؟ دي بتسأل، انت تايه عن جمالك وحلاوتك ولا ايه؟ يعني هو كلمك عني؟ شوف يا اخت الولية، يعني عجبته يا مؤمام؟ بكرة لما تقابليه هتشوفي بعينك. لا اشوف ده ايه؟ طب ما هو لازم يا اختي تشوفيه ويشوفك، امال هتتجوزوا غمادي كده؟ لا لا يا مؤمام، انا لسه لا قلتلك ايوه ولا لا. طبعا عشان خاطر الاولاد. ايوه يا مؤمام، افرض يعني. فهماكي، قصدك لو الموضوع اتعرف وبعدين ما حصلش نصيب؟ هبقى بس احرجت نفسي قدام جوز بنتي وقدام الواد. بسيطه، ما نجيبش سيره لحد. يا لهوي، ما اجيبش سيره لحد؟ انت عايزاني اتجوز في السر؟ يا لهوي، وانا استجري اشور عليكي بكده؟ امال ايه؟ خلي السر في اول مقابله وبس، ان حصل نصيب نتكلم، ما حصلش يا دار ما دخلك شر. قلت ايه يا فلقه القمر؟ هقول ايه بس يا مؤمن؟ انا خايفه، انا خايفه قوي. اجيب اسم النبي حرص ونزورك بكره بعد العشاء؟ لا لا يا مؤمن، لا اصطبر شوية. يا رب دبرني يا رب. ايه؟ اتوكل على الله ونقابل صاحب الملك؟ ايوه، بس انت ما قلتليش ايه النظام؟ بصراحة صاحب الملك ما بياخدش حاجة في جيبه، العملية وما فيها فرق الأسعار. يا حبيبي فات كام يعني؟ 10 بواكي رايحين وخمسة من الإيجار، ده عشان خاطر ابن الحرامية. 15,000؟ أعلم ما عندها الذمة ولا دين، تصدقي بالله ما تقولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أخي، أنا لو معايا 15 باكو دول يا فاكيها كنت ألعب بيهم أبدع لعبة في الدنيا. طب ورحمة أبويا يا فاكيها، في سنة واحدة كنت أبني عمارة أجدع من عمارة الأم بالي. سيبك من الكلام ده وخلينا في المفيد، تقدر تقول لي هتعمل ايه دلوقت؟ هعمل ايه؟ اديني بدور اهو. يعني اسمع، انا عندي فكره. ايه؟ تروح تقابل ابويا. اقابل ابوكي؟ اروح لطرزان كده اقول له ايه؟ يا اخي اسمع كلامي للاخر وبلاش لماضه. بتحكك على صداقك.
ما انت اصلك لو عرفت تاكل ابويا في عبك ممكن يديك دكان في الوكاله من غير الابيض ولا اسود، والقرشين نجيب بيهم بضاعه. بتيك في سوق خرده يا اخويا، انت قرعونه زي ايه بالتقرع دي؟ انا فتحي. ترمي نفسك. ايه يا فتحي؟ يا عم ابو الهول منور قاعد انت مقرفص ولا حد همك، لو كانت الخلوات على ايامكو ما كنتش لقيت حته تربح فيها. يا بنت فكيها، لو تعرفوا الطموح اللي جوايا ده قد ايه. بس يا خساره، الدنيا بقى مش حلوه معايا. ما انت لو سمعت كلامي وعملت اللي بقولك عليه هتشوف الدنيا هتطوعك وتبقى حلوه معاك ولا لا. اروح لابوكي عشان يكسفني تاني. ما هي لو امك كانت جت معاك ابويا مش هيكسفك ابدا. تعرف يا واد يا فتحي، ابويا بيعز امك قوي. نعم نعم روح امك. اخويا يا واد، ما يبقاش ضميرك وحش كده، ما تجيش سيرتها لما يقول ايه ست عاقله ومدبره. يا من ناحيه مدبره فمدبره، مدبره قوي. اساليني انا. امي صبر يا رب. على العموم يا فكيها، هحاول وامري لله. انت اتجننت يا فتحي؟ اروح معك فين؟ علي اللي هتجوز واجيب لك واحده تقعد معاك هنا وتخدمك؟ كمان عايز تجيبها تقعد معايا هنا؟ امال هاخدها واعيش بيها بره ام فتحي؟ لا اسمع بقى يا واد انت، انا خلاص ما بقاش فيا مراره استحمل جنانك ده. انت مش كنت عايزاني اتجوز؟ ايوه تتجوز لما تقدر تفتح بيت من عرقك وشقاك، لكن تروح تجيب لي واحده اصرف عليك انت وهي؟ لا. وبعدين بقى قول لي، مين اللي عرفك ان المعلم فهمي هيرضى يديلك بنته؟ يا سلام، ما يديهاليش ليه؟ هو لاقي احسن مني يا اخويا؟ بلا انزاحه فارغه، هما كلمتين ورد غطاه. هتيجي معايا ولا لا؟ لا لا. طب والله ما انا عايش معاك، عيش لوحدك بقى، راسك في الاربع حيطان. طيب يا ام فتحي، ان ولدت خليتي بعد كده يبقى لك الكلام. انا يا اخويا ما باكلش بالكلام ده. سلام يا ام فتحي. فتحي انت يا واد، فتحي قطيعه تقطع العيال وسنينها، انا هفضل مفروسه على طول كده يا ربي. يا خبر يا فتحي، ده انت تقعد معانا هنا سنه واتنين، ده البيت بيتك يا اخويا. لا بس على بال ما ادبر نفسي يا سعاد، انت عارفه ان انا وامك دلوقتي مش هنستريح مع بعض، ولا ايه رايك يا ابراهيم؟ اقول لك ايه يا مناسب، اختك قالت لك اهلا وسهلا. لا قول لي بصراحه يا ابراهيم، اذا كان ده ضايقك بنسيونات كتير يعني. لا لا من جاب كتير. بنسيون ايه يا اخويا؟ بنسيون ايه؟ انا هدخل الشنطه وانت ادخل يا اخويا غير هدومك. لا يا سعاد خليك انت، انا هغير وهرجع لك يا ابراهيم. اهلا بيك يا اخويا، اهلا بيك. ايه ده؟ مالك بتكلم اخويا كده من غير نفس؟ لا اضرب له تعظيم سلام، اضرب له تعظيم سلام يا اختي. واحنا قادرين ناكل نفسنا لما ناكل كرش تاني معانا؟ ما كنا خلفنا ابرك، ما انت عارف ان نفسي في ولد يحمل اسم القلقشان دي. عارفه يا اخويا، بس اعمل ايه؟ اطرد اخويا من بيتي؟ لا سيبيه يرجع لنا اخر الليل سكران ويجرسنا ويفضحنا في وسط الجيران. اسكت اعمل معروف احسن يسمعنا. انت عايز احس ينكتم في بيتي كمان؟ ما انت عارفه انك متجوزه راجل بجعوره. بجعوره يعني من حقها اجعر في بيتي؟ الكاس الفاضي بيزعل للشرير يا سيد بيه. قول تشرب كاس تاني بصحتها. ايه رايك فيها؟ يعني تعجب جبني من دول. يعني بلاش اكلمها لك. تكلمها لي انا؟ ده انت يظهر واخد عني فكره تانيه خالص. ارجوك يا سيد بيه، فتحي بيه وانا مش عايزه دوشه في المحل. مين؟ ابو السيد المتصل؟ طز في حضرتك. عجبك كده يا مدام؟ معلش يا سيد بيه عشان خاطري، ده البوليس المره اللي فاتت بهدلني. شوف يا سيد، انا نادي شارب لك جاز مش لاقي حتى باب فيها، فعايزك تنيمني في الاسم. يعني يا ولد وغص الشيطان، انا مش عاوز اذيك. انت راجل كذاب ومنفوخ بالهوانطه كل يوم. يا ولد لما احنا مش عاجبينك يا اخي بتظهر معانا ليه؟ انا اقصر في اي حته في فلوسي. ليك يا ولد اقطع دراعي، تليك نصاب. ابعد يا ولد.
ماشي اللي كده وهمشي. سيد لو كنت راجل تعالى يا سيد. انا بقول سيد انت سيد انت خير يا اخي. نعم يا حبيبي كده خلاص يا سيد. يا ابني يا اخي سيد مبيل الارض انا ما بكش في التخشيبه انا هكسره وانا افتح عليك اسعاد افتح انا امشي انت مش ابراهيم لا انا هكسره انا ابراهيم سعاد افتح سعاد انا حوار مبيل الارض. ايه ده؟ اهلا يا اختي اهلا. معقول يكون فتحي يا ابراهيم؟ معقول؟ فتحي امال مين؟ هو طبعا لو ايه ده اللي في وقته. ايوه حاضر تعالى معايا. حاضر ابراهيم اهلا ابو نسب لا مؤاخذه يا اخوانا اهلا. الله يخرب بيت ده نسب تعالى معايا يا ابراهيم كده برضو يا فتحي دي اعمال يا اخويا تعملها برضو في نفسك. استلمي اختي استلمي اخوكي كده برضو يا فتحي كده يا اخويا. يا ابراهيم انت مرات اخويا مرات اخوك عايز استنى بس يا اخويا عايز البس هدومك. ايوه وعشان المساله كرامه. ايوه كرامه مساله كرامه يا ابراهيم. ايوه طبعا كرامه. يلا ايوه انا هروح البس الخوذه واجيب بندقيتين واجي لك على طول. وتقولي لي ما تصوتش يا اخويا. اسكت يا اخويا معقول برضو كده يا فتحي معقول اللي بتعمله ده؟ معاك ايه خديني على حنفيه اهو نعمه ميه على دماغي. لا لا سيبهولي بقى انت مش عايز ميه انا اللي احمل. يا لهوي اخويا يا اخويا راجل انت انا اللي احمل. اخويا يا لهوي خليك الحقوني يا ناس صوتي انا خليك تلطمي يا اخويا حبيبي. ما انا كمان ليا اخ بيضرب انفاس اجيبه لك البيت يخش لك قافيه. حاضر يا ابراهيم قلت لك حاضر حاضر. تصالحيها على امه ويبات عندها من الليله ولا احنا يعني نحدد النسل ونتبنى شحط زيه فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. الساعة 5:30 يا عروسة الهنا يعني فاضل نص ساعة ويوصل العدل. طب تعالي والنبي يا مؤمن تعالي ساعديني شوية. رقيتك واسترقيتك من كل عين بصاصة المدب فيها رصاق يا اختي الجمال ده كله كنت مخبياه في الاسود. اعمل ايه؟ ما هي هدوم الملونة كلها دقت عليا. يعني كنت هتقابلي العدل بالاسود؟ انا مكسوفه يا مؤمن. مكسوفه من ايه ده انت تكسفي القمر لتر 14. بصي قولي لي يا اختي رايك ايه في شعري؟ سايح ونايح ست الحسن والجمال. اسكتي يا مؤمن. النهارده الكوافير كان مستغرب قوي قوي لما لقاني رحت له اصلي من زمان ما دخلتش عنده. بكره تعوضي ده كله وتتهني وتتمتعي بشبابك مش تحطي لك شويه احمر. عيب يا اختي. ما عيب الا العيب. هو انت هتتزوقي لحد غريب؟ ده انت هتتزوقي لعدلك. انا برضو عملت حسابي واشتري الصبع روش. طب اتبدري بقى وحمري خدك وتحزمي وبيني قدك الليله ليلتك يا عروسه الهنا. حق يا ام امام ده انت هتبقى لك الحلاوه. سعاد سامع اللي انا سامعه؟ في بيتكم زغروطة. مش معقول يا ابراهيم اكيد جايه من شقه تانية. شقه تانية ايه؟ انا متاكد انها من هنا. لا انت اكيد اتجننت يا ابراهيم. جننت ايه؟ بقول لك ايه انا الفار ابتدى يلعب في حبي. خبطي. سبع الكرس اهو وصل ما قدرش يستنى. يا اختي هو بيرن كتير كده ليه؟ تيجي نسيبه يرن شويه؟ لا 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 احنا هنتقل على الراجل من دلوقتي مش لما ننشبك وتيجي رجله. انا هفتح له وانت شاهدي. حاضر حاضر. هو ايه اصله ده؟ صبرك شويه يا سعاده البيت. الله اكبر 5:05 خش برجلك اليمين. ام امام ست سعاد ايه اللي بيحصل هنا يا ام امام؟ خش يا ابراهيم خش. انا مش قلت لك الفار بيلعب في عبي؟ لا وورد كمان ورد وام امام الخضر.
انا عندها لكم ست الستات. تعالي هنا قول لنا الاول ايه اللي بيحصل. ابدا ما فيش حاجه، ما حصلش حاجه. ابراهيم ازيك يا ابراهيم؟ كده برضه ما تسالش على ام امام. ولا بعد ما تمت الجوازه بقت ام امام مالهاش عازه؟ انت هتاخدينا حدودك يا وليه؟ انطقي، بتعملي ايه هنا؟ ما انت ما بتجيش هنا من غير سبب. ايه الحكايه؟ وفين ماما؟ انا عندها لكم ست ستات يا ست الستات، ست العرايس هنا ومعاها ست الرجاله، والساعه بقت ستة الا ربع. اهلا اهلا يا سعاد، ازيك يا حبيبتي؟ منور يا ابراهيم. سعاد انت شايفه اللي انا شايفه؟ ماما ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده بس يا ماما؟ لا ده اصلي اصل ايه بس يا ماما؟ مغيره الاسود وحتى كمان مكياج، ايه اللي حصل يا ماما؟ هيكون حصل ايه بس؟ مؤمن ما تقولي له يوم الحقها تقلع الاسود وتزيل الهم. اصل ست الستات معزومه في فرح. معزومه في فرح؟ انت متاكده انها معزومه؟ بالك يا برهوم، فرح مين؟ صاحبتي اللي جيت سالتكوا عن جوازتها. الوليه القرشانه. قرشانه ده ايه؟ طب كنتوا تعالوا النهارده اتفرجوا هما بيزوقوها عند الكوافير. طب غيرتي الاسود ليه؟ يعني تروح الفرح كانها راحه القرافه؟ طب والورد يا ست ماما؟ اشتريته وانا بشتري للعروسه من نفسي. الله، هو تحقيق معايا بقى ولا ايه؟ الساعه 6 الا 10. ايه الحكايه؟ الساعه 6 الا ربع، الساعه 6 الا 10. شككتوني في ساعتي. هو قطر الساعه 6 بيوصل كام يا حماتي؟ يخف دمك دي يا ابراهيم اللي بتخليني عزه. بصراحه اصحاب الفرح هيفوتوا ياخدونا من هنا الساعه 6، والساعه دلوقتي 6 الا 10. ايوه يا ماما، بس كنت انا وابراهيم عايزين نكلم. انا موافقه اللي انتوا عايزينه هعمله. لا في الواقع مش مساله احنا عايزين ايه، لكن هو ده الصح والاصول يا حماتي، وكل شيء بالمناقشه والاقناع. مناقشه ايه واقناع ايه؟ هو انا هرد لك كلمه يا ابراهيم؟ ده انت تؤمر وتخلصني. لا بس اصل الحكايه ده لسه هيقول لي اصل الحكايه. يا سعاد يا بنتي، نعم. انتوا عايزين فلوس؟ انا مستعديه. يا نور النبي يا ماما، احنا مش جايين عشان خاطر الفلوس. اصل ابراهيم جاي لك، اصله محرج من موضوع فتحي. يا دي فتحي، هو ده وقته؟ ماله فتحي؟ لا اصل الحكايه يا حماتي، انا هقول لحضرتك. اصل انا عايز اشرح. انا موافقه على كل اللي تقول عليه، صحيح انا مش فاهمه حاجه ابدا، لكن اللي تقول عليه ماشي. يعني يا ماما حضرتك موافقه انك تيجي على نفسك شويه؟ هقول اهو، وانا وابراهيم نخليه يرجع يقعد. هقول وانا وابراهيم نخليه يرجع يقعد معاكي في البيت تاني؟ نعم نعم، الله عليك يا حماتي. ما انا بصراحه بقى ما خلفتش سي فتحي، حضرتك اللي عملتيها. ما هو اسمعوا بقى اما اقول لكم، الناس زمانهم جايين. حكايه الفرح بتاع صاحبتي، معقوله يا ماما فرح صاحبتك اهم من موضوع فتحي؟ يا سلام عليك يا سعاد، مش قادره تستحملي اخوكي لحد بس ما اعرف راسي من رجليا. اتعرفي راسك من رجليكي دي بقى يا ماما. لا ما انا يا ست الكل الساعه قربت على 6. الظاهر ان الكلام دلوقتي ما عادلوش لازمه. يلا بينا يا سعاد، الساعة بقت 6 يا حماتي. هاتي الزهرية دي. مع السلامة. إبراهيم، الحكاية دي مش مريحاني، يلا نرجع. أيوه، عشان المرة دي ترمينا من على السلم، دي كانت بتطردنا عن عينك. طب والعمل يا إبراهيم؟ نمايم لغاية ما نشوف الجو. شوفي انا هفهمك بقى. الست ام امام دي ليها دخل في الموضوع. لقيت لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، مش تفتح اصل معيش فتحه. كفك نزل. استنى، انا ما بهزرش يا مسهل. يا ساتر يا مؤمن، ده انا نفسي اتحاش. ولا يهمك يا حبيبتي، اللي بيديكي منهم مصروف يقطعه. الجرس يا مؤمن، ده لازم العدل يا حبيبتي. الساعة بقت 6. أما أروح أفتح له بس تفوقي بقى وتوضبي نفسك على بال ما أجيلك. مساء الخير يا ست مؤمن. يسعد مساك يا بيه البهوات كلهم، ده النور هل. أظن أنا جاي في ميعادي بالظبط. وست الحسن في الانتظار. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا ست الكل. أهلا ساعة البيت. ما شاء الله ما شاء الله، إن الله جميل ويحب الجمال. يا أهلا وسهلا، اتفضل يا سعادة البيه. وحضرتك واقفة ما يصحش. أصيل يا بيه، وطول عمرك تعرف الأصول. اتفضلي اتفضلي. اقعدي معانا يا مؤمنة، أنت مش غريبة. يزيد فضلك، أنا راح أجيب الشربات.
وسهلا. اهلا بيك السيد المغربي، وكيل اداره بوزاره العدل. يا اهلا وسهلا. هي الابنه هنا منين؟ اظن من ناحيتي. اه مظبوط كده. اصلي في الواقع رغم مسؤولياتي ومشغولياتي لكني لا اترك فرد ابدا. الحمد لله. ايه ونعم بالله. يا اهلا وسهلا. انا درجه اولى قديم ومرشح لمدير عام تاغير العلاوات. ما شاء الله. يعني لو كنت في التعليم كان زمانك بقيت ناظر صنايع. شربات يا سيدي البهوان. في صحتك. مؤمن على مهلك شويه. ربنا يديم خير به البهوان. شايف بقى عروستنا مال وجمال. انا اللي شدني لبقى هي هانم جمالها والقصد الطيب. انما حكايتي المال دي مش انا الراجل اللي افكر في الحاجات دي. ان جيت للحق يا سيد بيه يغور الملك ومتعب. زمان المرحوم كان هو اللي ماسك لي كل اشغالي ومن يومها وانا دايخه. والله يا بهية هانم تشوفي لك وكيل، لكن بالنسبه لنا لو ربنا اكرمنا وحصل نصيب هيحصل. هيحصل. من شروطي انك تبعديني خالص عن الموضوع اللي بالشكل ده. استنى بس يا سيد بيه، اصل في حاجه مهمه لسه ما كلمتكش عنها. مش قصدك موضوع الاولاد؟ ام امام قالت لي ان بنت حضرتك متجوزه، يعني مفيش مشكله. هو جايز اللي يضايقنا شويه ابن حضرتك، هو المحروس عنده كم سنه؟ حوالي كده بتاع 25 سنه. مش باين عليك، انت لازم تجوزيكوا صغيره قوي 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 يا سيد بيه. بلاش يا بهية هانم دي سيد بيه، قولي لي سيد بس. حاضر يا سيد، وانا كمان بهية وبس. ايه بقى يا ست الحاجه المهمه اللي عاوزه تكلميني فيها؟ الولد ابني هو الوحيد اللي مغلبني. هو بيشتغل ولا بيدرس؟ لا بيذاكر طبعا، ومواظب على امتحانات الثانويه العامه وبيعيد الامتحان كل سنه. مالكيش دعوه خالص، انت ولادك ولادي، وابنك لو عاوز يكمل دراسته انا اساعده، ولا ما لقيناش فايده فيه هشغله في المعسكر. قلت ايه؟ القول قولك يا سيد. خلاص ما تشغليش بالك انت، بس بقى انا عاوز اصرحك بموضوع عشان يبقى كلامنا على نور وابقى خلصت ضميري. ايه خير؟ ايه انا ما رضيتش اجيب لك سيره من اول يوم عشان ما اخسرش احلى واطيب ست في الدنيا. انا مش داخل على غش، انا بصراحه كده بصراحه انا متجوز. ايه متجوز؟ ايوه، ومش هطلق الست اللي في رقبتي. اسمها نزاكة، لكن ما فيهاش اي نزاكة. قريبتي واهلي جوزوها لي وانا صغير، وخلفت منها بنتي اللي انا عايش لها وبس. ايه ما عندكش فكره قد ايه انا تعبت مع الست دي، خصوصا بعد ما اصيبت بمرض. اللهم احفظنا اللهم احفظنا. بصراحه انا وبنتي شاعرين بيها وبنتمنى لها الموت عشان تستريح، لكن انا ما اقدرش اسيبها. ايه خبر يا سيد؟ انا بكل صراحه خطبت كتير قبل منك لكن كلهم رفضوا الموضوع ده، قلت لهم مع السلامه. انا اروح فين من ضميري لو سبت ست غلبانه زي دي هي وبنتها؟ اروح فين؟ اصيل يا سيد، محدش يغلطك ابدا. الدكتور فهمني ان حياتها على كف عفريت، لكن العفريت ما بيجيش وعلاجها بياكل كل شهر نص مرتبي. ان شاء الله ياكل الالاف، ده انت ربنا هيرزقك علشانها. وعشان المسكينه لو واحس بنتي دي هتتجنن هي اخرى، واضطرت تسيب المدرسه وتقعد جنب امها. اوعى تسيبهم يا سيد، دي اللي تقول لك سيبهم دي تبقى مش بني ادمه. يا بهيه انا حاسس بقلبك الطيب وبحنيتك، عشان كده انا مطمن لك. ما كانش لازم اتجوز خالص واعيش لهم واضحي بكل حاجه، لكن الوحده والضيق هم اللي وصلوني للشرب. يا خبر، الله يكون في عونك. اعمل ايه يا بهيه؟ بقيت احط هم في الكاس، والكاس بيوصل الراجل المحروم لغضب ربنا، عشان كده قلت اتجوز. انا تحت امرك يا سيد.
يعني صحيح الموضوع ده مش هقف عقبة في طريق سعادتنا؟ بالعكس، ده انت بعد ما حكيت لي حسيت ان انت الراجل اللي الواحدة تتكل عليه وتطمن لمستقبلها معاه. شوف كده عروسة سؤال حلو. الله، حلوة قوي ذوقك يا سيد. مفيش حاجة تغلى عليك، شوفي حاجة أغلى من كده من فضلك. لا لا لا، كفاية كده. يا سلام، بتوفر لي في شبكتك، شوف لنا تشكيلة تانية. والله ما هشوف حاجة ولا هتعجبني حاجة غير دي. الله، إيه حكاية يا سيد؟ هي حكاية صيغة ولا حكاية فلوس؟ هتاكل من إيدك حتة. بقول لك ايه، انا دلوقتي هنزل الف وادخل على البيت ايه اخر براء، وانت حلو بقى تدخل الوكاله تشوف ابوك. المره اللي فاتت كانت روحه في مراخيره، ربنا يجعل كلامنا خفف عليه يا ستي. لا خلاص ولا يهمك، ابويا بعد ما رنني 30 علقه حاميه وبعد ما رفضت له 3 عرسان خلاص اتاكد ان انا يستحيل يستحيل اتجوز واحد غيره. يعني بالعربي عارف قد ايه انت غبيه وحماره كمان عشان بحب واحد زيك. الله 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 الله. لكن اعمل ايه، خلاص كلمة وديتها. عايزني ايه؟ اطلع مش راجل؟ سلام يلا. سلام يا جميل. حلو. ولقيت المحل اللي هتفتحه بوتيك؟ جيت الحق يا عم لسه. بس في ناس حبايبي كده زي حضرتك مديني كلمة. دعواتك يا حاج. اشمعنى يعني حكاية البوتيك دي اللي أنت مصمم عليها؟ كاري ومهنتي لا مؤاخذة. كارك يا ولا مؤاخذة بقى، كار اللي ملهش كار. راس يا معلم. عال قول للرجالة شاونوها. شوف يا فتحي. كلامك أوامر يا عم. أبوك كان من أعز أصحابي الله يرحمه. شامم ريحته في نفسك يا عم، ربنا يديكم طول عمر يا رب. فاكيها بنتي دي هي اللي طلعت بيها من الدنيا. ما طلعتش بيدك فاضي يا عم لا مؤاخذة. نعمل الأصل والأخلاق. يا واد افهمني بقى وبلاش الألباندا بتاعتك دي. ابن الحرام مش هو بس اللي أمه غلطت فيه، العيل كمان اللي بيدخل جوفه لقمة حرام بيطلع راخر ابن حرام. ربنا يكفينا شر الحرام. الكلمة دي بقى هي مهر بنتي. نعم. أنا يوم ما أدي بنت الواحد مطلوبش منه غير الكلمة دي، يكفيها ويكفي ولادها شر اللقمة الحرام. أنا ما أتمناش أكتر من كده. وأنا وعدك يا عم. لا وعد بالكلام كده منفعش. بتؤمر بيه. يسيبك من شغل التهريب والتلات ورقات بتاعك ده وتيجي تشتغل معايا هنا. اشتغل معاك هنا ايه لا مؤاخذة؟ هتمسك لي الحسابات مؤقتا، وشوية شوية هتفهم العملية، همسكك شغل الوكالة كله. قلت ايه؟ والله يا عم يعني ايه؟ ما هي 100 جنيه في الشهر. سليم؟ 10 برايز يعني؟ 10 برايز حلال. جرب الحلال يا ابني وشوف البركة فيه تسوى ايه. على العموم مش مشكلة يعني، ماشي كلام. بس بقى الشغل هنا في الوكالة وبس، مفيش تنطيق. لا تقولي لا بورسعيد ولا المطار ولا الكلام الفاضي بتاعك ده. موافق. امتى بقى نكتب الكتاب؟ هات والدتك وتعالوا تعشوا معانا بكره. بس اصل والدتي يعني الاصول انها فتح، على الاقل اطمن انها راضيه عن الجوازه ورتب معاها المسائل. ده انت لو عزت ابويا نفسه هجيبهولك من تربته. ماشي الكلام، الليله الجايه هنتعشى عندكم. سلام يا عم. ابويا قال لك ايه؟ تعالي بس نبعد عن الناس لا يشوفونا. يا اخويا اللي شفنا عينه تتخرق. المهم ابويا قال لك ايه؟ قعدت تقولي لي قابله ده احنا قابلناه. يا خرابي انا خلاص رفضت. ابوك عازمنا انا وامي بكره عندكم على العشاء. يعني ايه يالا؟ ابوك وافق يا فاكيها. اقعد نقول على القبله. ابراهيم انا بقول نروح بقى وخلاص. لا ما نروحش. ايوه عندك حق فعلا ما نروحش. طبعا ما نروحش. ايوه ما نروحش. ولا ايه رايك هتيجي نروح؟ نروح؟ نروح انا بقول برضو كده نروح. ايوه. والله ما انا عارفه نروح ولا ما نروحش، بصراحه ماما دي عليها حاجات. ايه ولا تتجوز ده بس؟ ما هو انا ده مين ده كمان؟ تشوفي مين؟ طيب. روح. لا ما نروحش. لا ما نروحش. شغل اسعاد. فتحي الحمد لله يا اخويا انك جيت. جيت في وقتك يا اخويا. احنا مش عارفين كنا هنلاقيك ازاي. استني الاول يا سعاد، اما صالح ابراهيم. انا ابو خليل بعترف لك بغلطه الليله اياها. خد راسك اهي. راسي انت كمان وانا عارف راسي بالرجلي.
ايه مالكوا في ايه؟ في ايه؟ الخبر اللي وصلنا. انت عرفته؟ ايوه يا سيدي، وهي لقيتونا بنفسها بالتليفون. طب ايه رايكم؟ ايه رايك انت؟ ودي عايزه سؤال؟ ده انا جاي اخدكم معايا عشان نروح نتمم الموضوع. يعني انت موافق يا فتحي؟ يعني انت موافق يا فتحي؟ اخص عليك يا سعاد، ده النهارده اسعد يوم في حياتي. وانا اللي كنت فاكر جاي تقلبها ضلمه؟ انتوا مبلبعين ايه؟ حد يضلم فرحه؟ وكمان بسميه فرحك؟ مفرح امي. ايوه فرح امك. طبعا مهما يحصل بيني وبين امي ابراهيم لازم تفرح. يلا نروح لها. يعني انت هتروح يا فتحي وعايزنا احنا كمان نروح لها؟ طبعا، عشان ناخدها ونروح نخطب فاكيها. فاكيها؟ امك دخلتها الليله يا اخ. عارف يعني ايه دخلتها الليله؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه. الحقوا يا ابراهيم الحقوا. طيب هلحقوا. اتفضل امضي يا عريس. اتفضل يا ست العرايس امضي. يعني بتحطنا بقى في جلاجل. الحق يا ابراهيم الحق. يا ابني يا ابني الحاسد. انت مأذون؟ ايوه كتبت. والحمد لله. ازاي تكتب من غير بعض؟ انا بقى بعض منكم. ايه يا باشا؟ وده ماله ده؟ معلش يا مولانا، اصله خد زومبا كبيره قوي. مع السلامه. ايوه هلحقه بقى. هعمل ايه؟ متعرضلوش انت، سيبني انا هتصرف معاه. ما تخافيش، انا هتعرف عليه بهدوء، ده زي ابني. ابوس رجلك، خليك ما تطلعش بره دلوقتي، انا هروح اشوف وخلي الولاد تعدي على خير. يا ابو فتحي انت عاوز ايه يا فتحي؟ اتجوزت يا ام فتحي؟ حطيت احمر في شفايفك يا ام فتحي؟ يعني ايه يا حماد؟ محدش يدخل هنا مطرح ابويا، فاهمه؟ يا ابني انا اوعدك اني سؤال يا سعيد. ايه يا حبيبي كده؟ غير كده؟ هو ده المحروس ابنك؟ سيد؟ سيد المغربي؟ بين عليهم يعرفوا بعض. طب بركة، لو اتطبقت السماء على الأرض ومفيش غير الراجل ده عشان يتجوزك، أنا همنعك بالقوة. أنا ما بهددش يا سيد. يا سيد يا طلقك ويسدنا في حالنا، يا هاخدك وتتوكلي على الله من هنا. أنت بتطردني؟ ده بيت أبويا يا أما. يا ابني أنا استحملتك كتير عشان باغي على ست والدتك. إيه اللي يريحك؟ غور من خلقتي. طبيعي، أنا كنت حاجز أوتيل أنا وست والدتك. يلا بينا بهي. يلا معلش سيبه والله، سيبه يخلع. الشقة أهم. أخيرا بقينا لوحدنا. لسه برضه اللي حصل ما أثر فيكي؟ لا 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 لا، هنا في اوتيل شهر العسل ممنوع الدموع خالص، حتى ولو كانت لولا. مشكلتك دي تافهه وهتتحل مع الوقت، ما تخليهاش تعكن علينا في ليله دخلتنا. اهو كده، برافو عليك. وريني بقى الابتسامه اللي زي العسل. اهو كده القمر والا فشل. واحنا فاضلين قد ايه في الدنيا غير كام سنه نعيشهم في عز وفرفشه؟ انسي مشاكلك في ليله مفترقه زي دي، زي ما نسيت انا مشاكلي وخلينا نعيش. يا لهوي. لا 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 سيد، ما تخافيش يا اخي، ده ازازه. الازازه اشربي شربانيه كاسين من دونه وهتدعي لي الولاد. اشربي. تاني قصدك عاشر؟ طب مش تقولوا يا جماعه علشان نبارك. الف مبروك يا ابو فتوح. الف مبروك يا سيدي. ربنا امك يا اخويا. وعلى كده بقى امه حلوه ولا شحنتها زيه كده؟ ولو طلعت زيه تبقى سيد في خناقه في معتبر.
عليا يا ولد. سيد، انت فين يا سيد؟ صباحيا مبارك يا عروسة. يسعد الصباح. قولي يا سيد مساك، ده احنا بقينا العصر حلو. ما انت اللي ما خلتناش ننام طول الليل. طب قوي بقى ناكل لقمة عشان الواحد يعرف يشرب طوله. فتحي يا فتحي، افتح يا فتحي يا سعاد. يكونش خرج تاني يا خاله ام احمد؟ لا يا بنتي، موجود جوه. ده من ساعه الرجاله ما جابوه في وش الفجر وهو سكران ومدهول يا كبد امه، ما خرج من الشقه ولا عدت بابها. يا حبيبي يا اخويا، لكل عمل في روحه حاجه. يا اختي يا اختي، الشر بره وبعيد، ما تقوليش كده مرضه في منبرك. معقوله كل ده ومش سامح؟ انا هروح اجيب ابراهيم وابلغ البوليس. فتحي الحمد لله يا اخويا انك بخير. كده يا ابني كده تحطينا عليك. اللي جابك يا سعاد؟ ايه اللي جابها ده؟ ايه جايه تشوفك وتطمن عليك، فيها ايه دي؟ انا كويس، روح اشوف في بيتك. ايه وفيها ايه بس يا ابني لما تخش الجلسه؟ انت مال اهلك؟ تعالي. مالك يا اخويا؟ مالك يا فتحي؟ طمني يا حبيبي على اختك حبيبتك، قول لي ايه اللي جرالك؟ انت اتخانقت تاني ولا ايه؟ ما تقول يا اخويا طمني. اصل باين عليك اتضربت، واتضربت علقه جامده قوي. مش اكتر من العلقه اللي اكلتها لنا امك، وخلت سيرتنا على لسان اليس واللي ما يسواش. خسرتك عبد الظاهر، تيجي تشوف اللي حصل لنا. ما انا كنت بتكلم مع ابراهيم جوزي الصبح في الحكايه دي. وبصراحه بقى ابراهيم جوزي قال لي كلمتين عين العقل، بيقول يعني المشكله مش انها اتجوزت، ده كل شيء اسمه ونصيب. امال ايه المشكله؟ الخوف ان الراجل اللي جوزته ده يطلع العبان، يعني ياخد اللي وراها واللي قدامها، واحنا ناخد بومبا، يعني نطلع من المولد بلا حمص. انت بنت، انت عبيطه. مولد الحمص ايه؟ انا مالي يا اخويا، ده ابراهيم جوزي هو اللي بيقول، هو انا اللي قلت. طب غوري بقى انت ابراهيم جوزي كده. غور كده يا فتحي؟ طيب اغور اغور. خير انت من شغل، انا الحق عليا، ده لاختك حبيبتك ملناش الا بعض، لكن معلش. طيب يا فتحي. اتفضل من هنا، من هنا يا ست الكل. ميرسي. طبق اللحمه ب 12 جنيه؟ ليه؟ هو الكيلو بكام في الجمعيه؟ راحت لنا اتنين لحمه وشويه خضار وشويه رز وسلطات، وقبل ده كله ازازتين بيلا سقعين. بس كده الحساب يبقى كتير قوي. فلوس الدنيا ما تغلاش عليك يا حلوه، خلينا نتبحبح ونعيش. ما تحرمش منك ابدا. الساعه 10 ونص، مش معقول هيجوا بعد كده. بصراحة بابا، أنا متوغوشة أوي. متوغوشة أوي؟ الحق عليا أنا اللي مشيت ورا كلام العيال. رايح فين بس يا بابا؟ هقعد على القهوة، أما إيه العيج المحروس ابعتهولي على هناك. ده لو جه بدري يا سي فتحي. فكيا انا، لكن بركة انك لسه بايديك ورجليك يا حبيبي. فكيا يا فكيا يا حميد، الاتفاق كان ان افوت على امي اجيبها واجي لكم، صح؟ كان ممكن تيجي لوحدك وتعتذر. اجي لابوك اقول له ايه؟ سوري امي جالها العدل؟ ما تحطش حكايه امك دي شماعه تعلق عليها سخافتك. سخافتي؟ طبعا، لاني ما صدقت ان ابويا وافق على جواز. تيجي انت وتبوظ كل حاجه. يا فكيا انا عايزك تحس بيا. يا اخي حس بيا انت. انا منظري ايه دلوقتي قدام ابويا؟ منظرك قدام ابوكي ولا منظر انا قدام الناس كلها؟ ماله بقى منظرك؟ ما انتش اول واحد امه تتجوز بعد ابوه مات. انت عارفه اتجوزت مين؟ وانت مالك يا اخي؟ ما تتجوز اللي هي عايزاه، هو انت واسع عليها؟ اتجوزت راجل بتاع ثلاث ورقات. وانت مالك؟ مانعني ايه؟ انت خايف عليها ولا خايف على فلوسها؟ فتحي ما تضحكش على روحك، انت كنت باني امل كبير قوي على فلوس امك، والامل ده ضاع. ما انتش عاوز تعتمد على نفسك خالص.
مش صحيح. خلاص سيبها بقى تشوف مصلحتها. مصلحتها؟ ايوه، زي ما انت بتدور على مصلحتك واختك بتدور على مصلحتها، سيبوها هي كمان تشوف باختها. بقولك راجل نصاب، انا عارفه كويس. قلت لها؟ هو انا الحق؟ خلاص سيبها بقى هي وباختها، مالكش دعوه بيها، شوف انت كمان مصلحتك. الا اذا كنت بقى مستحلي الرقه ده وهتقعد لي على حس الحكايه دي سنتين ثلاثه، لويلي بوزك وعملها لي دراما. السلام عليكم عم فهم. نعم، ايه اللي جابك؟ عم فهم انا مش عم حد، وانا ما شرفنيش كمان احط ايدي في ايد واحد زيك. انا عارف انك زعلان. مفيش حاجه بيني وبينك تزعلني ولا تفرحني. اتفضل اتكل على الله. مش تعرف الاول انا جاي لك ليه؟ انا ما عنديش بنات للجواز. وانا مش جاي لك عشان اتجوز، انا جاي اخد مشورتك وعاوزك تفتح لي صدرك. بتهيألي من حق العيش والملح اللي بينك وبين ابويا. ابوك؟ وش وصلك انت للمرحوم ابوك؟ ابوك كان يعرف قيمه كلمته. كل واحد وله ظروفه. قول اللي عندك وخلصني. انت مش عرضت عليا انا اشتغل عندك؟ الكلام ده لما كنت هتديني بنت. لما كنت مخموم فيك، لما كنت فاكرك بني ادم. بلاش نقلب في اللي فات يا عم فهمي، ومصيرك هتعرف الظروف. عم فهمي انا محتاج اكون جنبك. سيبك من مسألة فكيها، خليها على جنب. ما تفتكرش يا عم فهمي ان انا عاجز ان انا اقدر اكسب. انا ممكن اكسب من بره اكتر من اللي انت هتدهوني 20 مرة. انا بقى ما احبش اللف والدوران. اسر الكلام، انت عاوز تقول ايه؟ محتاج لك، محتاج ابوتك يا عم فهمي، محتاج صدرك احط عليه راسي واعيط من غير ما ابقى مكسوف، محتاج ايدك تنزل على وشي لما اكون غلطان. محتاج لك عم فهم. عايز تقبلني كنبه، مش عايز ذنب في رقبتك. ولا ايه بقى اللي يضمن لي بقى انك انت ما بتمثلش عليا ولا بتعمل عليا ملعوب؟ مستعد احلف لك بالمصحف والايام هتثبت لك حسن نيتي. بس يعني عايزك تعلمني اكسب قرش حلال يا عم فهم. اعمل معروف، انا وعدك ان اكون ابنك اللي ما قسملكش ربنا ان يجوا من صلبك. قلت ايه يا عم فهم؟ ده كان احلى اسبوع قضيته في حياتي. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا حياتنا كلها هتبقى ايه ده؟ ايه؟ المفتاح مش عايز يفتح. وريني وريني وريني. الله، انت متأكدة ان هو ده المفتاح؟ طبعا متأكدة. مين؟ ست بهية؟ ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا عريس، تغلبها بالمال وهي تغلبك بالعيال. متشكرين يا ست يا طيبة يا أميرة. المفتاح يا اختي مش راضي يفتح. ويفتح ازاي يا حبيبتي؟ ابنك بسلامته جه وغير الكالون. ايه؟ غير الكالون؟ ايوه يا سعاده البيه، جاب نجار غيره. اخص عليه وعلى عمايله، وهو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك. بقول لك ايه؟ ده بخرج من صباحيه ربنا ما يجيش الا بعد العشاء. بقول ايه؟ ما تتفضلوا تشربوا عندي شاي على بال ما يجي. لا ملوش لزوم يا ست الحاجه، ملوش لزوم. امال هنروح فين؟ تعالي تعالي يا هاني، ولا تزعلي نفسك.
البيت ده انا واخده علشان الضيوف وعشان راحتي، ايه رايك بقى؟ ده انا معاك اعيش في عيش صفيح يا سيد، لكن برضه ما لكنش ولا حاجه، خلي الواد هناك لغايه ما تهدى اعصابه، واحنا بقى نقعد هنا نشوف راحتنا ونبعد عن دوشه الدماغ. امرك يا سيد، لكن برضه مش هسكت للواد ده ابدا، وكمان ساعات هشوف لي صرفه معاها هي وجوزها ابراهيم. ده بعدين بعدين، المهم دلوقتي نشوف البيت، اذا كان ناقصه حاجه انزل اجيبها لك على طول. ربنا يخليك ليا، هو حلو كده بيك. طيب عن اذنك هوصل مشوار صغير، عقبال ما تفضي الشنط وتستريحي اروح وارجع لك على طول. على فين؟ يعني قصدي بعد اذنك، يعني اذا ما كانش يضايقك اروح بس اطمن على البيت التاني شويه، اظن ما فيهاش حاجه دي. طول عمرك اهل واجب يا سيد. يا سلام يا ست يا طيبه يا اميره، عن اذنك هوصل بسرعه وارجع لك على طول. بالف سلامه يا اخوي. البيت بيتك، خد راحتك على كيفك. على مهلك يا سيد. عليكم. بابا وحشتني قوي يا بابا. انت الوحشاني قوي على وحش مزاجك نزنس. الحمد لله على السلامه يا عريس. عريس ايه بقى ده، انا هنزل خدت مقلب. يا بابا طلعت مفلسه؟ لا عندها فلوس وعمارات واطيان. امال بتقول خدت مقلب ليه؟ وقعت قلبي. ما فلسها جمال ما لهاش رصيد خالص. جرايه يا عرب، هو اكله بحلاوه ولا كان نفسك تطلع حلوه؟ على الاقل عشان الشغل يحلو. السلام عليكم يا فتوح. اهلا يا حاج. الفلوس يا حاج، وادي كاش الحساب، راجعهم بقى بنفسك وطمني. معقول؟ معقول اراجع عليك انت يا فتحي؟ لا القلم بيضغط يا عم، الاحتراس واجب برضه. يمين الله لا تراجع. طيب سيبهم لي هنا وانا بقى راجعهم بعدين. طيب رايح فين؟ ابدا. طيب ما تيجي معايا البيت ناكل لهم سوا. لا معلش، عارفين انه بعيد اصل. وبعدين معاك يا فتحي، انت مش عاوز تخلي البساط احمدي؟ العمليه ببيتها يا حاج، بس انا موعد البنت اختي افوت عليها. سلم لي عليها ابو فتوح. تعيش يا حاج. السلام عليكم. السلام. حيرتني يا فتحي، يا انت اتعدلت واتصلب عودك فجاه باراده ربنا، يا بتلعب عليا لعبه كبيره قوي. ربنا يهدي كل من كان. مساء الخير يا فكيه. يسعد مساك يا بابا، اتاخرت ليه؟ ولا اتاخرت ولا حاجه، يا دوبك على ما قفلت الحساب مع سي فتحي وتاني جاي على هنا على طول. الله، ايه مالك مش على بعضك ليه؟ ابدا يا بابا سلامتك. يا بنت الارندالي عليا انا؟ ما تسالي السؤال اللي واقف في زورك بدل روحك ما تطلع. مش حكايه سؤال ولا حاجه، اصل انت يعني كنت قلت لي ان قلت لك ان انا هجيب فتحي عشان يتعشى معانا، لكن اعمل ايه؟ اعتذر، قال انه رايح يزور اخته، اجرجره واجيبه هنا غصب عنه؟ الله، هي بنت مالك قلقانه كده ليه؟ بصراحة بقى يا بابا، أنا قلبي متوغش قوي من حكاية فتحي ده. نعم متوغش؟ يعني إيه؟ وضحيلي. منين صمم يشتغل عندك؟ ومنين مطنش موضوعنا ومش راضي يفتحك فيه بالمرة؟ والله يا بنتي علمي علمك، إنما الحقيقة بقى بتاعت ربنا، الواد ده من يوم ما دخل عندي في الوكالة وهو أدم وسعد قوي وبتاع شغل، ما هواش لعبي. إنما إيه بقى اللي في دماغه من ناحيتك؟ الله أعلم. خايف يا بابا، خايفه تكون حكايه جواز امه دي عقدتهم الجواز خالص. سرحان في ايه يا توحه؟ انت فين يا راجل من زمان؟ ده انا افتكرتك زعلان مننا.
بودكاست ليز يا توسو. دبل يا توسو. دبل يا توسو. قدها وقدود يا توح. هو ما بيجيش. مين؟ يا فندم. قصدك سيد بيه؟ ده انا لسه كنت هسألك عنه. انا ما اقصدش ابدا، ما اقصدش اضايقك خالص. ليه؟ بيشتغل ايه ليه؟ مين سيد بيه؟ بيشتغل موظف كبير قوي قوي في وزارة العدل. اي بيشتغل ايه ليه؟ ما انا بقول لك اهو. افتكرت هو كمان بيشتغل اعمال حرة بعد الظهر. ايه؟ اي رقبتي. ايوه لحد كده ما اعرفش حاجة ابدا. ليز انت عارفه ان الموضوع ده يهمني. ما انت عارف يا توحه ان دي اسرار زباين وانا ما اقدرش ابوح بيها. اشتغل يا ليز. اسال بره واللي يسال ما يتوحش يا توح. اشتغل ايه؟ انا مساعدك فعلك. عيب يا توح، انا لو كنت اعرف انك كده ما كنتش جيت عد معاك. ثم انا ما باخدش فلوس من حد. انت دلوقتي في الفرن. ما تقوم تروس معايا. ولا انت مش في الفورم؟ عيب ده انا لعيب. مين انت اللي بتخبط؟ انا مؤمن يا استبهية. وعرفت عنوان هنا منين يا مؤمن؟ يا اختي انا نفس انقطع من السلم بتاعي. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صلي على النبي. يا ارض احفظي ما عليكي، ما الحف عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. امال فين بسلامته العريس؟ السيد خرج. اتفضلي يا مؤمن. اهلا وسهلا، اتفضلي استريحي. خرج؟ هي دي برضو اصول؟ يخرج ويسيب القمر؟ يا وليه بطلي البكش بتاعك ده بقى. راح فين بسلامته؟ تلاقيه راح البيت التاني. الله، طب ما هو واجب برضو يروح يطمن عليهم. قطعت هي وبنتها ناس هم واشتفار. لو انت تعرفيهم يا مؤمن. ايه اللي اعرفهم؟ لا انا فضلت ازن على ودانك ليه لحد ما اتجوزتيه الا من غيظي من الوليه وش الفقر دي. طب احكي لي بقى، مراته والعياذ بالله عيانه بايه؟ جوزها سايب لها عماره انا حقنعها انها تبيعها، وحته عربيه مكعكعه كده استولى عليها الواد ابنها، واد شودر وخريج سجون وابن كلب كمان. يعني العمليه مصفصفه على حاجه ما عليهاش القيمه. لا، ما انا سمعت ان عندها قرشين في البنك يطلعوا كده يجي 10 باكو، وعندها شويه طين في البلد. حلوين دول. ادعي لنا بقى دعواتك الحلوه دي عشان ما تاخدش في ايدينا وقت. حاكم وليا ارمه وبخيله وهتموت على الدنيا. شوف لنا سجاره تانيه. عيب يا ريس، نزاجها دايما في الفورمه. ايه
ابو سيد ابو سيد. اه يا خساره الفورمه. ايه الو يا صباح الهنا على عيونك. انا كويسه الحمد لله. المهم انت. ربنا عالم باللي انا فيه. الست دي هتجيب لي ذبحه طول النهار والليل. نكد نكد نكد. يا ريتني يا ستي ما رحت لها. لا لا انا بكلمك دلوقتي من الديوان. اصلي رجعت من الاجازه لقيت الشغل متلتل متلتل فوق نافوخي. لا لا اما اجي احكي لك على كل حاجه. اخلص الشغل اللي في ايدي واجي لك. لا انا مش هغيب مش هغيب. على الاقل من مهلك يا سيد. خد راحتك خالص. حاضر من عيني. حاضر انا هستناك. طيب طيب يلا بتخبط. هو ايه ده مفيش صبر. معرفش حد على الباب. طبعا اذنك يا سيد. مع الف سلامه يا اخوي. طيب طيب هو ايه اصله ده؟ انتي اللي عملتي فينا كل ده. نعم مش الست بهية مرات بابا. يا حبيبتي يا بنتي لهو انتي يا اختي. انتي مالك زعلانه ليه؟ انتي السبب. انا طبعا. مش انتي اللي مسلطاه؟ انا سلطته على ايه؟ على عمال اللي عملها امبارح في ماما العيانه. هي صحيح عصبيه وهما دايما بيتخانقوا لكن انتي برضه اللي قسيتي قلبه علينا. بابا عمره في حياته ما كان وحش كده. انا والله يا بنتي ما اعرف حاجه. ده انا بالعكس يا حبيبتي. طبعا ما هو خلاص بقى اتجوزك واستغنى. هي معقوله بابا ينزل الصبح من البيت من غير ما يسيب ولا مليم؟ لا فلوس للاكل ولا الدواء وماما بتتلوى في سريرها من الوجع. يا خبر. على العموم انا مش جايه اقولك عشان حاجه. انا بس حبيت افهمك انتي عملتي فينا ايه. شوفي يا حبيبتي ما تظلمينيش ولا تظلمي باباكي. مش يمكن مامتك هي اللي كانت عصبيه معاه شويه؟ ولا جايز بابا يعني كان جيبه فاضي ما فيهوش فلوس كفايه؟ بابا عمره في حياته ما قالنا انه ما معهوش فلوس الا اذا كنت انتي بقى اللي ضيعتي فلوس. يا بنتي ما تظلمنيش. على كل حال انا هخش اجيب لك مبلغ صغير كده. لا يا حبيبتي كله من خير ابوكي. خديهم دلوقتي فكي بيهم الضيقه. حاجه غريبه قوي انتي باين عليكي طيبه. ده انا زي مامتك يا حبيبتي. دقيقة واحدة اجيب لك الفلوس. طب بس اعملي معروف يا طنط. نعم يا اختي. عايزة حاجة تاني؟ لا بس ما تجيبي سيرة لبابا. الحسن ده لو عرف يموتني. حلاوتك يا ابو السيد. الولية ابتدت تخر. ايه رأيك في افكاري بقى؟ ما كانش لك حق تدخلي البنت في موضوع زي ده خالص. بس الحقيقة بابا باين عليها طيبة قوي. اخلصي يا بنت. قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ ما دام نجحت في الامتحان نبقى ندخلها سنه ثانيه. انت تكلميني في التليفون الساعه 12 بالليل. تعالي يا شيخ تعالي. يا سلام عليك يا سيد. هو انت بتشرح منك يا ابدا؟ ده وقته ده. انا مش مدي النبع انت لحد ابدا الا الحاجات الخطيره. تعالي بس تعالي. طب رد بس على التليفون. حاضر. الو الو انا الفورمه. عندك الحرمه؟ بتقولي يا عبد السميع؟ المخزن بتاع المصنع اتحرق. ايه كله؟ وانتوا كنتوا فين؟ المطافي كانت فين؟ انتوا نايمين في ايه؟ نهار اسود. طمني. انا كنت عملت ايه يا ربي؟ ده انا عمري ما اذيت حد ولا ضحكت على حد. اه يا قلبي. اه يا قلبي. اه سلامتك. اه يا هاني. اه الشر عليك. اه يا هاني. الخساره مش اقل من 5000 جنيه. فداك اي حاجه. فداك المهم انت يا اخوي. البضاعة كلها راحت اللي في المخزن. يا قلبي. اه يا قلبي. اسم الله عليك. خد نفسك كده واهدى. اهم حاجة انت يا سيدي اللي جاي. في 60 داهية ب 5000 جنيه. اه يا قلبي. لو سمحت من فضلك. عايز اسحب مبلغ من حسابي. اهلا اهلا يا حماتي. ده البنك نور. متشكره قوي. اي خدمه. انت بتعملي ايه هنا؟ انا كنت جايه اودع مبلغ في حسابي. الله. طب ما جيتيليش ليه زي كل مره؟ ما كنتش عايز اعطلك. تعطليني ايه؟ ده اسمه كلام يا حماتي. انت عارفه ان انا رئيس القسم هنا. هتودعي كام؟ لازم سيد بيبقى اداك ايه؟ معلش مره تانيه اصل عندي مشوار وخايفه اتاخر عليك. ده انا مش هعطلك اكتر من دقيقه واحده. انا في ديك الساعة لما الرصيد يزيد يا حماتي
اصل انت فهمت غلط. انا جاي اسحب فلوس. ايه اول مره تعمليها من كذا سنه حمادي؟ معلش اصل عندي شويه مصاريف. تحت امرك. كام يا حمادي؟ خمسه. خمسه جنيه بحالهم؟ 5000 جنيه. نعم ده تقريبا نص رصيدك في البنك يا حماتها. طب ليه؟ هي غرامه وجت. ما انت عارف ان عماره السكاكين قايله للسقوط، حديهم للمقاول عشان يصلحها. عماره السكاكين تتصلح ب 5000 جنيه؟ اهي المحافظه بقى هي اللي قدرت كده، والفلوس لازم تدفع النهارده. انت هتكدبني ولا هتحاسبني؟ ولادي ولادي مالك وانت حره فيه؟ تسلم لي وانت جايب لي البواكي. بس ما تقوليش جايب لي الفلوس دي، هتتشال وايدك ما تتمدش عليها. ليه بقى؟ مفيش خلو رجل؟ فيه هديك اتنفذت طلباتك على خفيف، انما التقال دي هتشال البيت عشان مستقبل البيت. ماشي يا عرب. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تطنيش الليله دي. الله انت بتغير يا نزنز ولا ايه؟ فاشر. انا غير من واحده زي دي؟ ده انا فورمه. اموت في الفورمه. الو. ايوه يا بهي. ايوه ايوه شيل يا ابني الخشب المحروق ده وخد معاك 5 رجاله. ايوه بهي اصل انا بكلمك من المصنع، قصدي اللي كان مصنع. الدنيا هنا مقلوبه على بعضها خالص يا بهي. ايوه العربيه النقل اللي شايله المكنه الجديد يا ابني، روح يا عويس معاهم اعمل معروف عقبال ما اروح اتمم اقوالي في محضر البوليس. ربنا يكون في عونك. الظهر الدنيا مقلوبه عندك. نعم يعني هتتاخر قد ايه؟ يوم ولا اتنين؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. خد بالك من نفسك يا سيد، ربنا معاك. مع الف سلامه يا اخوي. بقول لك لسه جايين من عند المقاول دلوقتي حالا، واحلف لنا انه لا شافها ولا خدش منها مليم احمر. ايه؟ هما سحبت المبلغ ده كله ليه؟ طبعا عشان سبع البرومبا. انا مش قلت لكم ان النصاب وهيقشطها؟ وهنفضل بقى واقفين كده نتفرج لغايه لما سعاده البيه هو بقى يبقى. انا هقطع خبره من الدنيا. لا لا يا فتحي ما توديش نفسك في شربة ميه. لا يا جماعه المساله دي لازم ما تتحلش بالعنف. ده راجل اسالوني انا عنه، ما ينفعش معاه غير ضرب النار. ايه يا لهوي ضرب نار؟ طب بس استنوا استنوا بالهدوء، خلوني اعرف افكر واحل الموضوع ده. بس احنا نروح لحماتي ونكلمها بهدوء. انت مش اديتك العنوان؟ ايوه معايا جوه اجيبه. ايه بسرعه. طيب ايه رايك في الحل ده والفتوح؟ اهم شيء الهدوء. اخرس قطع لسانك قليل الحياة. ياما بقولك حرامي، انا متأكد من اللي بقولهولك. سرق منك ايه بقى السيد؟ بسرقك انت، هيمسح كل اللي حيلتك. انا راضية. انت ايه اللي مزعلك بقى؟ الاخ فتحي يا حماتي بيتكلم من دفع الحرص لا اكثر. لا انا بقى عيلة بلعب في الحارة. وبعدين انت ما كانش مفروض ابدا ان انت توقع بيني وبين ولادي. عيب كده يا ابراهيم، انت بس صغير على كده يا ابراهيم. انا يا حماتي؟ امال ما جوش يزوروني ليه هنا اهو؟ الا بعد انت ما شفتني في البنك. لا يا حماتي اسحبي الاهانه دي على الاقمل ابدا. يا اخويا بلغه فارغه بقى. وبعدين احب اقول لكم، لو كنتوا طمعانين انكم تورثوني على حياه عيني، لا شيلوا الفكره دي من دماغكم خالص. ما حدش هيشوف مني مليم احمر من غير رضايا. ياما صح، انا كنت الاول عاوزك تساعديني، انما الحمد لله والله العظيم ياما ما انا محتاج من فلوسك اي حاجه، والمصحف الشريف ما انا عايز. امال عايز ايه؟ عايز ما حدش يضحك عليك ويستغلك. مش شغلك. اما تلقيني جيت قلت لك الحقني يا سبع البرومبه، ابقى سيبنا هاتي. مظبوط كده بقى؟ عايز حاجه؟ عجبك الهدوء ده يا ابراهيم؟ طيب الحقوا يا ابراهيم. انا غلطان يا ابراهيم. انتوا تتعبوا. الحقوا الحقوا. يا فتحي يا فتحي ماسكه في ايه؟ وناوي تتغدى معانا ولا معاها؟ لا معاكم ولا معاها، اصل في موضوع كده برتب له. موضوع؟ ما تخافيش مش جوازه، ده بيزنس. نعم يا اخويا. ايوه شغلانه برتب لها، لو ضربت معانا هنكسب منها قرشين كويسين. سيد اوعى تكون ناوي توسع شغلك. ما تخافيش، انت مش مصدقني ليه؟ انا عمرك زدت عليكي؟ اديكي جبت السيره. الو مين؟ لولو؟ لا ما عندناش حد بالاسم ده، النمره غلط. استنى واحد بيسال على لولو. اصل انا بصراحه انا ما لحقتش افتحك. تفتحيني؟ تفتحيني في ايه؟ اصل البت جايلها عريس. بت؟
بنت مين اللي جه لها عريس؟ لواحظ حبيبتي لولو. لولو لواحظ؟ يا نهار ابوك يا اسود، كان يا فندم انت كان طالب لواحظ. استنى بس لما استنى. ايه بس؟ بتسخفوني في غيابي عشان كده الشبان بيطلبوا لواحظ؟ بنت لواحظ استنى بس لما اشرح لك الموضوع. ايوه بابا. خش يا بنت انت على اوضتك دلوقتي. حاضر. انت جرى لك ايه؟ جرى لي؟ اوعى انا اللي هتكلم. لا بقى انا اللي هرد على التليفون. اسكت بقى. الو، اهلا يا مدحت. مدحت مش بس بقى امال لولو نايمه يا حبيبي. هتصحى بعد ساعه. اول ما تصحى هخليها تكلمك. تكلم مين يا مجنونه؟ يا راجل اوعي هات التليفون. اوعي هات التليفون. اسمع اسمع يا جدع، انت تاني مره هتتكلم في التليفون انا هجيبك من قفاك حتى لو كنت في المريخ. يا اخويا عمك عمل تبر. اوعى تتكلم هنا تاني. اتفضلي وادي التليفون. ما تتكلمش. ايه اللي بتعمله ده يا سيدي؟ اقول لكم مش وش نعمه خالص. ارتحت بقى؟ قعدت في راحه. حته البت اللي طلعت بيها من الدنيا اللي باشا الشقه ده كله علشانها عاوزه تفسدي اخلاقها. اللي شتمته ده ابو مستشار. لما يكون ابني بارم تيلو كمان، اللي يبص البنت بطرف عينه اخزقنه عليه اتنين، لما يكون هو ابن مين كمان؟ لاحظ انت لاحظ. ابوس رجلك يا بابا، انا ما عملتش حاجه. اسمعي يا بنت انت، لو رجلك خطت بره عتبه الشقه من غير امري انا هكسرها لك، مفهوم ولا لا؟ حاضر يا بابا. لو سمعت انك انت مالك يا سيد على الصبح في ايه؟ مزاجك ما تكلش دعوه بينا خالص، ارتاح انت. يا اخي انت لا بتفهم ولا بترحم. من غير ما افهم، البنت انت هتتجوز بعمري انا وقت ما يجيلي مزاجي انا، وانت ارتاح خالص. ليه بقى؟ ما هيش بنتي زي ما هي بنتك؟ مزاجها مش عاوز كتر كلام من فضلك. من امتى يا اخوي؟ من دلوقتي، والا هتشوف لون عمرك ما شفتيه، مفهوم ولا لا؟ نار نار يا سعاده البيه، ربنا يخليك. فتح اللي بيتكلم. لا الحاج وصل مشوار كده مش هيعوق يعني. امر حاج المسامير من يناير اتنين. اول ما هيوصل الحاج على طول هخليه يكلمك. يا حاج بالسلامة. مع الف سلامة. يا صد من استفادت ايه؟ عايز يروح دلوقتي؟ عاش من شافك يا استفادت. اهلا وسهلا ست فكيها، اي خدمة؟ سلام ست فكيها. لا مؤاخذة انا عندي شغل. اتفضلي تسريح هنا، الوالد زمانه جاي. تعالى اقف هنا وكلمني. فكيها احنا في مكان شغل. اقدر اعرف بتتهرب مني ليه؟ ما بتهربش ولا حاجه. ليه؟ ما يمكن شفت لك شوفه تانية ولا حاجه. فيها ارجوكي بلاش نتكلم في الموضوع ده لغايه لما نبقى لوحدينا. يا سلام، اعمل لي بقى شويتين بتوعك دول عليا. تقدر تعرفني انا غلطت معاك في ايه؟ اجل الكلام ده لغايه لما نتقابل. نتقابل ايه؟ ما انت ثلاث مرات توعدني وتديني بومبا، اكونش يا حبيبي ملاقحه كتتش عليك. فيها ارجوكي اجل الكلام ده لغايه لما نتقابل. امتى يا فتحي؟ اخر النهار. عليا النعمه من نعمه ربي يا فتحي، لو ما جيت المره دي ما انت شايف وشي تاني. يا سلام، ايديكي بتشيلي التعب كله، ربنا يخليك لي. ويخليك انت ويبارك لي فيك. عملت ايه في المصنع؟ بفضل ربنا وبفضلك انت المصنع ده هيبقى احسن من الاول، واول انتاج لي ان شاء الله انا هسميه معسل بهية. وانا بتاعت معسل ده انت المزاج كله. انا مش عارف ارد جمايلك ازاي حبيبتي. ما تقولش كده مار. على العموم انا فكرت لك في مشروع يكسبك دهب. هو انا افهم في المشاريع يا سيد؟ انا مالك المشاريع كلها، بدل ما انت حاطه فلوسي في البنك لا بتزيد ولا بتكتر. اقل واجب يا حبيبتي اشغلهم لك في مشروع مضمون. وعباره عن ايه بقى المشروع ده؟ هتشارك تاجر كبير قوي، كلمته من بقه كده كوريكت كوريكت، اضمن من 10 بنوك. انا هجيبه لك هنا بنفسه يشرح لك كل حاجه ويشرح لك ايه المشروع. بس انا وهو اخوات. ايوه دوي بالك يا بتخبط. يوه سي فتحي، ايه في ايه كفالة الشر؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يعني انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا فتحي يا ابني؟ يا عم فاهم، ام امام لما قرصت عليها اعترفت لي انها مجوزاه اربع مرات، طبعا ده غير جوازاته اللي بمعرفته هو. الله، تعالى كده بقى يبقى نصاب علامي. ما هو ده اللي مجنني يا عم فاهم. طب ما تروح تصارح الست والدتك باللي انت عرفته ده. امي مش مصدقاني يا عم فاهمي، الراجل سارح بيها لحس مخها ومفهمها ان انا طمعان في فلوسها، مع ان عم فاهم الله اعلم انا محرم على نفسي اي قرش منها، بس تفوق لروحها، الراجل ده ممكن يمصمصها وبعدين يرميها للكلاب. لا حول ولا قوه الا بالله. تحب اروح افهمها انا بنفسي؟ يا ريت يا عم فهمي، بس حتى لو صدقتك
هنرجع الفلوس اللي خدها الراجل ده ازاي؟ ده سحب نص رصيدها اللي في البنك واكيد اديتهوله. طب اهدى بس، اهدى كده انت وروق كده، وكل مشكله وليها الف حل. عن اذنك انا هروح اصلي العيشه وارجع بقى نقعد نتفاهم كده انا وانت على رواق. اسمعيني. لا يا واد شاطر، تلطعني في الشارع وانت تسبقني على بيت ابويا، بريء قوي يا واد. طب اقعدي بس وانا هفهمك كل حاجه. اقعدي. يسلم ذوقك، انما انت بتبالغ قوي يا حاج شعبان. بالعكس، ده انا بحس السيد بيه على ان ربنا وفقه في الاخر لواحده ست هانم كامله زي حضرتك. المهم بقى نتكلم في الشغل. انا عارف انك ما بتحبش تشارك حد، وان شاركت ما بتشاركش مبالغ صغيره. لكن ما لكنش يا سيد بيه، هو بعد مقابله الست الهانم وانسانيتها اقدر افتح بقي ولا اقول لا؟ تسلم يا حاج شعبان، ربنا يديم المعروف. طب هو المبلغ اللي عند حضرتك كام؟ انا لسه عندي في البنك 5000 جنيه وشويه، غير حتتين الصيغه بس. على العموم معلش هاتيهم وانا هعمل لك نظام مخصوص زي اللي عملته لاختي. مش بقول لك الحاج ده زي اخويا بالظبط، هيعمل لك زي ما عمل لاخته. دي حصلت لنا ألف بركة. وهكتب لك إيصال بيهم وعقد الشركة، وفلوسك لو طلبتيها في أي وقت تاخديهم مع ألف سلام. يا سلام. لكن طول ما الفلوس معايا لك مني 50 جنيه أول كل شهر. 50 جنيه كل شهر؟ والفلوس ما تخسش حاجة؟ أيوه، يعني المكسب ليكي والخسارة هو هيتحملها، وأنا حمدي معايا شاهد على العقد. يعني أنت شايف كده يا سيد؟ إلا شايف كده. وفي أحسن من كده بقى. قومي قومي، ما تعطليش الراجل ده سايب شغله. هاتي ورقه عشان نكتب العقد، وهاتي معاكي دفتر الشيكات. من عينيا. حاضر. انا متشكر يا حاج شعبان، وجميلك ده على راسي من فوق. ما تقولش كده يا سيد. اعلى اعلى. ما تقولش كده يا سيد بيه، ده حتى يمكن بعد شهرين ثلاثه نزود لها الخمسين جنيه والشيك هينزل. انزل انزل. والشيك هيتكتب باسم مين؟ باسمك انت طبعا، وهيتشال في جيبي لغايه بكره الصبح. هروح اصرفه من البنك واديك ال 500 جنيه بتوعك وتحل عني. طب والوصل اللي انا هكتبه؟ الوصل والعقد هيفضلوا في جيبي، ما تخافش، انا السيد مش سيده. يا مصيبتي السودا، سحبت الفلوس كلها وبشيك واحد واتصرف النهارده. ومين اللي صرف؟ وعايزين نجوزها. لا بس اكيد واحد نصاب من طرف. يبقى فتحي كان عنده حق في اللي هو بيقوله. طبعا. وده مين ده اللي عمال يضرب الجرس زي ما يكون مضايقنا؟ مساء الخير يا ست العرايس. اهلا يا وش المصايب، خش السلق وعد. اهلا. لا سيبيها لي، تعالي تعالي يا ام امام، تعالي حبيبتي تعالي. ايه جرى؟ ايه جايب لنا راجل نصاب يقلب الوليه؟ يا لهوي مالي، هتستعبطي يا وليه انت؟ ده انا اللي هطاحك بقى. بقول لك ايه، الوليه صرفت شيك ب 11000 جنيه. كويس كويس. 11000 جنيه؟ ايوه، هفقعك بيهم 11000 قفا. ادي واحد. الهيات. اثنين. ثلاثه. اربعه. خمسه. بتعمل ايه يا اخي بس؟ استنى. انت اللي بتخش عنها يا فتحي. انا اللي جايبها. انت اللي جايبها. ام امام اعترفت بغلطتها وهتصلحها. هتصلحها بعد ايه؟ بعد الفلوس ما اتصرفت كلها؟ معلش يا خالد، ابني دلوقتي عاملين لنا اثنين شاي. يا وحش يا مجرم. معلش يا ام امام، اقعد ابراهيم. معلش يا ام امام، حقك عليا. يا لا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يا عبد احفظي ما عليكي. اهلا يا خالته ام امام، اتفضلي. يزيد فضلك يا حلوه، عقبال ما اشوفك في بيت العدل ويكون على ايدي. مين يا رواح؟ دي خالته ام امام يا ماما. اهلا. دي ايه المقابله اللي ما تطمنش دي؟ قولي عايزه ايه، خلصيني ما عنديش وقت ليكي. لو على راي المثل، خير انت اعمل شر تلقى. وليه يا ام امام؟ انا مش فاضيالك. وانا مش جاي اشحت منك يا حبيبتي، انا جاي اسال على بيه البهوات عشان يديني حقي. هو راح فين بسلامته؟ انت قولي، انا مش مدياكي 10 جنيه يوم كاتب كتابه على الوليه اللي تدبسينا فيها دي؟ ايوه، بس ده كان عربون، لكن الاتفاق. الاتفاق ان الوليه ده فيانا طلعت سكه وما حيتهاش اللضا، صرفنا عليها دم قلبنا، اشي كاتب كتاب واشي فسح، وما خدناش منها قرش صغير وحد الله. حقه يا دي الكسوف. عارفه سي السيد حالف لك لما يشوفك هيطلعه على عينيك. لا 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 لا، وانا ما اقدرش على زعل سي السيد، هعوضها لكم بجوازه تانيه.
انا كان قلبي حاسس. ما تزعلوش حقكم عليا. قوليلي هو السيد فين؟ عندها بيعافر معاها واحنا قعدنا بنشوفه. عايزه تشوفيه يا اختي روحي له هناك. ايوه بس مش لما نربط الكلام معاكي الاول. كلام اللي هتربطيه معايا قولي. كنز وحياتك انت كنز ما يتفتح الا على وش حبايبي. عروسه جديده بقى ولا ايه؟ لو انت الصادقه عريس. هتجوزيني انا المره دي ولا ايه يا اختي؟ الف بعد الشر. ربنا ما يحرمكيش بالبيت بتاعك. ده عريس للاموره. ليه انا؟ طول بعرض بغنى بجمال بحسب ونسب. بجد يا خالتي؟ بنتي لو احس امشي نجري جوه. يو بقى يا ماما الحكاية يا مؤمن. انا مش هتكلم كتير. لا تقولي بامعر. البسي اللي على الحبل كله ولبسي النبي حريصة وتعالي معايا. هنخطبه؟ لا وانت الصادقه انا عينه. هتشوفي بعينك وتصلي على النبي. اهو مستنينا في الاوتيل اللي استني الورقه معايا اهي. بس وراك دايما ناس. من دول؟ اه الواد اللي اسمه فتحي ده ابن الهامل الجديده. مال الواد؟ حطك في دماغه وكل يوم يجي يسال عليك. الواد لسه بيجي هنا؟ هو ليه مات ولا هنا؟ طب اسمعي انت اول ما تشوفيه تقولي له امك في العش ولا طار. مين؟ ايوه 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 يلا بتخبط. مساء الخير يا ام. يا سعد مساك. هو هنا؟ محدش هنا غيري. انا كمان استغربت لما خبطت على الباب يجي ساعه محدش فتح. جاي ليه يا فتحي؟ عم فهم. ماله؟ بيستأذن في الزياره. كان عاوز يتكلم معاك في كلمتين كده. يا خوفي لو كنت نصبت عليه في يا اما. انا مش نصاب. انت ليه ما عندكش تثق فيا؟ هو انا مش ابنك من لحمك ودمك؟ اما العيل بتدخل قلبه الغباوه ويقصى على امه بيمسح حبه من قلبها باستيكه. معلش يا امه مسيرك هتعرفي مين عدوك ومين حبيبك. الحاج فهمي عايز ايه؟ عايز يعرف اذا كنت راضي عن جوازي من بنته ولا لا. راجل بيعرف الاصول صاين العيش والملح. ياكش بقى تكون اتعلمت منه الاصول يا فتحي. اقول له ايه؟ يجي امتى؟ يشرف بس اما ادي خبر للسيد. مش هو برضه صاحب البيت ولازم نقول له يعرف مين اللي هيخش بيته؟ مش هي الاصول كده؟ يعني عم فهمي ما يجيش الا لما يكون موجود. مش هي الاصول كده؟ براحتك يا ام. فتحي هتعدي عليا امتى عشان اقول لك على الميعاد؟ مش هعدي ولا الحاج فهمي هيجي. انت معاكي خمسه وادي خمسه يبقوا كام؟ 10,000 جنيه يا عرب. قولي خمستين عشان ما تهزوش. ما فاضلش غير عريس يا بنت اللذينة وابقى خلصت من ذنبك. ان كان العرسان موجوده يا اخويا؟ لا انا متكن على واد جدع تمام. مش زي عرسان الامومان بتاعتكم. غني؟ مستور انما واد جدع. بيشتغل ايه؟ عنده ورشه دوكو للسيارات. وعليها خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش عن اذنكم. سك على الفلوس جوه الدولاب حطهم في عينيكي. دول جهاز البيت.
في الحفظ والسون يا عرب، وهتقعد كام يوم في بلد المحبوب يا اخوي؟ ثلاث اربع ايام لغايه ما الم ايراد الاطفال وارجع على طول. كنا احنا دبرنا امورنا. ايه؟ ما نستغناش يا عرب. بقول ايه وانت جاي كده تجيب لنا حتتين زبده وشويه بيض؟ شوفي اللي ايدي حطوله هجيبه على طول. بالسلامه يا اخوي، هتوحشني يا عرب. يوه، وبعدين يا ماما ده بابا بيقول هيغيب يومين ثلاثه ويمكن اكتر. وماله يا عبيد؟ مش حمدي بيقولك انه مستعجل على السفر؟ ما تخافيش، كل حاجه هتتنفذ زي ما احنا عايزين اكتر. يا سلام، ولما يرجع بابا وفي ايده بتاع الدوكو ده هبقى اعمل ايه انا ساعتها؟ يا بنت تقالي تبقيش هبله. على مهلك يا روحي، خبط العتبه. يا سلام، مش عارفه من غيرك يا سيد كنت عملت ايه. ما تحرجنيش امال، هو انا مش مسؤول عنك؟ اركبي يا روحي اركبي. معلش انا بتايل عليك، انا محتاج العربيه اياها النهارده كمان ساعتين اتنين وهرجعها لك. لا دي مش هقدر، خد العربيه السودا اللي هناك دي، ما عنديش مانع. لكن سودة ايه؟ انا محتاج نفس العربيه، ما بوظيش نظام وحتبوك. في زباين جايين يشوفوه. جرايه ابو كريم، نهارك ابيض ساعتين اتنين يا راجل وهرجعها لك. امال الله خليك حلو. امال اهي نهارك ابيض ابو كريم، حالا جاي. بس هو دلوقتي يا ماما مستعجل على كتب الكتاب عشان يلحق يقيدني على الباسبور بتاعه ونقطع تذاكر السفر. تقدري تقولي لي بقى هنعمل ايه لو بابا ما جاش؟ مش عارفه. نعم يا ست ماما، مش عارفه ده ايه بقى. طب فيها ايه لو قعدته هنا في مصر؟ طب وليه ما سافرش واشوف الدنيا؟ بصراحه لو احس قلبي مش مطوعني، وبعدين حاسه ان ابوك لو رفض الجوازه دي هيرفضها بسبب السفر. يا ماما يا حبيبتي، حمدي قايلك ان احنا بعد ما نوصل بشهر ولا اتنين هيبقى يبعتلك عشان تيجي تتفسحي عندنا في امريكا. فكية، ايه اللي معادك على السلم كده؟ بستنى عدلي. من امتى؟ من وانا صغير. الله يخرب حالك، انت كمان ليك عين تضحك. طب تعالي نخش جوه نعدك على السلم. اسمع بقى يا جدعان، إذا كنت خلاص فاكرني بقيت بايرة وبلاقي حجتتش عليك تبقى غلطان. يا بنت بلاش عبط، أنا هفهمك على كل حاجة. تعالي بس عشان الجيران. بسم الله عليك، خايف على سمعتك قوي. بلاش تلمس. سيب إيدي بقى يا جدعان. بتتعافى عليا أنا؟ جرالك يا بنت، أنت اتجننتي؟ فعلا أنا مجنونة عشان بحب واحد زيك. طب اهدي، ربنا يهديك. اوعى كده ما تلمسنيش. أنا بحبك يا بنت، بحبك يا فكيه. ولسه عايزني اصدقك؟ صدقيني عمري ما حبيت حد في الدنيا قد ما حبيتك يا فكيه، حتى ولا امي ولا ابويا. امال ليه بس بتتهرب مني؟ ما بتهربش. امال ليه من ساعه ما اشتغلت مع ابويا وانا مش عارفه اتلم عليك؟ عشان عرفت قيمه العيش والملح. ابوك صح فضل عليا يا فكيه، شدني من سكه كنت رايح فيها ومش راجع، دواني طعم القرش الحلال. عشان كده كافئته وديت بنته البومبة اللي هي. هبلة ما تقوليش كده، كل الحكاية انا مش عاوز الناس تقول ان الراجل استأمني على ماله وعلى تجارته وانا خنته ومشيت مع بنته. خلاص اقطع لسنة الناس وخليها في الحلال. ومين قالك ان انا مش هعمل كده؟ مش فاهم. ده فرحتي بجوازي منك يا فاكيها، فرحة عشت عمري كله اتمناها، فعايزها لما تيجي تيجي وانا قلبي فاتح دراعاته مليان حب صافي، مفيش حاجة في الدنيا تعكره. سلام سلام على كلام السيما والروايات. كلام جد يا بت. طب ايه بقى اللي مخلي قلب البعيد مش راضي يفتح دراعاته زي ما انت بتقول؟ امي. ايه حكايه امك بقى دي اللي طالعه لي في البخت؟ هانت يا فكيه هانت، اخد لها بطرها وارد لها عقلها، ساعتها القلب مش هامله الا انت، تركبي حصان وتمرحي فيه زي ما انت عايزه.
تحلف لي صدقك اشوف امورك استعجل. طب ما قلنا بقى خلاص هانت بقى. طب يلا يلا غلق قدامي عشان توصلني. الله ما تشيل بقى يا فتحي. دي المؤقتا يا ام امام، والحلاوه الكبيره بقى عندنا. انا حلاوتي يوم ما تفرحي بيها وهي راكبه الطياره ورايحه بيت عدلها الامريكاني. القهوه يا طنط ام امام. حلوه طنط ام امام دي، طالعه من بقك عسل. الا قولي لي، هو به البهوات لسه ما جاش؟ لسه يا ام امام، انا عارفه ايه اللي اخره كده، ده قال يومين ثلاثه. اصل الدكتور قلقان وعاوز يكتب. معلش هيحصل، قولي له ما يقلقش. الا قولي لي يا ست، قدري يعني ان البيه زرجن وصمم يجوزها اللي بتاع الدوق واللي بتقولوا عليه ده؟ لا طبعا، انا لا يمكن اتجوز حد غير حمدي. مخبيش عليك يا ام امام، هو فعلا مزرجن. ايه؟ يبقى كانك فتحتيه. يعني لعلمك بقى يا ماما، اذا بابا ما رضيش انه يجوزني حمدي انا هتجوزه من وراكم. بيتي لوحس. انا اتفهمت مع حمدي على كل حاجه، هنكتب الكتاب عند المأذون وهيقيدني على الباسبور بتاعه وبعدها نتوكل على الطيار. ملهاش حل تاني يسلم فمك. ام امام يعني عايزه البنيه يضيع مستقبلها عشان ابوها عايز يجوزها اللي بتاع الدوكو؟ وانا بقى لو دبحتوني مش هتجوز غير حمدي. تبهدلي نفسك ليه وتبهدلني معاكي ليه؟ اركب حمير واسف في تراب وانام في بيوت معلم بيها الا ربنا ونازل مع الفلاحين بكام وليه؟ اعمل معروف يا سيد، كفايه بقى اللي فيا مكفيني. الارض دي هتتباع من بكره. يا لهوي، ابيع الارض اللي ورثاها عن المرحوم امي وبيت السكاكيني كمان بدل ما يتهدى على السكان وتروح النومان، وناخد الفلوس نشغلها بمشروع يكسبك كتير قوي وانت هانم مستريحه. اللي تشوفه يا سيد، بس سيبنا افكر. سوري، انت ما تعرفيش تفكري. انت تعملي لي توكيل وانا اتصرف في كل حاجه، وشوفي سيد هينغمك ازاي يا حلوه. ما تحرمش منك يا رب. يا جميله انت حلو. اوتك وانت في الفورمة بقى، كتبت لك التوكيل ويوم السبت هنسجله في الشقه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هقول لك على حاجه، اوعى تقول لا، احسن انا ازعل. تزعلي؟ ده انت تامري امر. العماره والارض تكتبهم لي وتسجلهم باسمي. فكر في الموضوع ده. تفكر ده ايه؟ الفلوس وحطيتها في الدولاب وقفلت عليها، وانا ومدياك للولايه، هو انا ماليش في الحب جانب ولا ايه؟ ليكي ليكي يا روحي، بس استني عليا واحده واحده. استنى استنى، في حاجه تانيه. وبعدين واخرتها كده زي دي بقى ايه؟ يوه يا راجل اصبر. لاحظ. هو ده وقت لاحظ ده؟ لاحظ اتخطبت. ايه؟ جدع يا ما هنا ويا ما هناك، وانا وهي رضينا بيه. الله الله، طرطور انا بقى. فشر، دي الكلمه كلمتك والقول قولك، بس المفروض بقى ناخد وندي مع بعض في الكلام. انا مش قايلك يا وليه اني مدي كلمه الناس. وماله، مصلحتنا فوق كلمتنا، احنا همنا ايه غير عدل البيت ومصلحتها؟ وده يطلع مين بقى بسلامته؟ حته جدع يا سيد، انما يشرح القلب، دكتور في امريكا، دكتور في العقول الكهربائيه. يسلم. مش مصدقني؟ روح كده وانت تشوفه بنفسك. المهم انه جاي يتجوز من مصر ويسافر تاني، وبيقول لك يا سيسي ان الستات بتوع بره عاملين زي عرايس المولد بيلزقوا. يعني قابلتيه واتكلمت معاه؟ مش لوحدي طبعا، كانت معايا ام امام. ام ايه؟ عارفه طبعا، مش هتصدق ان ام امام تجيب حاجه عدلي. انت يا وليه مخك اتهرش؟ انا اجوز بنتي اللي حلتي عن طريق مرد؟ استنى بس. بلاش كلام فارغ وشغل نسوان، الولية دي من هنا ورايح ما تعتبش حتى في البيت ده، فاهم ولا لا؟ مش تفهم كلامي للآخر؟ ما هو باين من عنوانه اهو. طيب. يا جماعة اتأخرت ليه؟ عطلتنا الولية يا أم أمام. المهم عملتوا إيه؟ قابلناهم واتفقنا معاهم. تعبونا آخر التعب على ما وافقوا يجوا في الميعاد. يعني جايين؟ هعدي عليهم بنفسي بعد الظهر وآخدهم على هناك. خمسة ونص تمام هتبقى المسائل تمام التمام. أهو كده الكلام. سي فتحي. عارف. عايزة فلوس طبعا يا ام امام، حاجة كده ازيد بيها كيسي لحد ما ربنا يتمم بخير. بريزة كويس؟ معدنكش. اعتقد العربية محتاجة بترول برضه، يا ريت بريزة كويس. مش دي بريزة برضه؟ ما شاء الله بينا. انت زيت الكيس، يلا يلا يا اختي يلا. ايه اللي حصل يا مان؟ بابا رجع من السفر. كويس؟ مش كويس ولا حاجة،
دي ماما يا دوب بتفتحه في موضوع جوازنا راح متخانق معاها ومبهدلها وحلف لي يكتب كتابي على واحد صاحب. تقولي ايه؟ حمدي انا مش ممكن هتجوز حد غيرك. وانا مش ممكن اتخلى عنك ابدا. يا حبيبي يا حمدي. طيب تعالى قبله بنفسك وحاولك. انا؟ ما انت مؤكد لو قعدت معاه هتقدر تقنعه. اقعد مع واحد رفضني قبل ما يشوفني؟ طب ايه الحل بس يا حمدي؟ ايدك انت يا لولا. انا لو قلت لي ارمي نفسك في النيل الحر. بعد الشر عنك يا روحي. طب ماما موقفها ايه؟ ماما مستعده تعمل اي حاجه علشان دي، حتى ما صدقت ان بابا نزل يصلي الجمعه وخلتني اجي اكلمك عشان نشوف لنا حل. هو بيصلي الجمعه دلوقتي؟ طيب اسمعي بقى اللي هقوله لك كويس. 10,000 جنيه بتوع ايه؟ هو كان ناوي في الاول يرهن العربيه بتاعته، وبعدين لما نسافر نبقى نبعت لك الفلوس تفك بيها الرهنيه وتاخدي العربيه هديه ليكي، فانا قلت له ما ترهنش حاجه وانا هجيب لك الفلوس من ماما. ايوه بس انت عارفه الفلوس دول بتوع ابوكي. مش بابا كان شايلهم عشان جوازي؟ ما انا هتجوز خلاص اهو يا ماما. طب وفريدي سالني عليهم؟ ايه بيقولي له بقى اني خدتهم وطفشت. بنت يا لوحس. ماما حمدي هيستناني انا وانت الساعه 7:30 في الاوتيل، هو حاجز لنا اوضه كبيره هناك هنقعد فيها يومين لحد ميعاد الطيار. انا الفار ابتدى يلعب في عبي. قصدك ايه؟ يا ترى الجدع ده بيرسم على ايه؟ هو انتوا عندكم كل الناس كده بترسم؟ حمدي هيسلمك مفاتيح العربيه اول ما تديله الفلوس، يعني نيته سليمه. ثم انت عارفه العربيه بتاعته دي تمنها كام؟ 18,000 جنيه. وقال لك مستعد يكتب كتاب على طول؟ وهيقابلنا بالليل ومعاه المأذون والشهود وكله. بنصوار يا حماتي. بنصوار. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير يا ست الستات. يا سعيد مساكي. لا 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 ما تقفليش يا حماتي، جايين ضيوف. اتفضلوا اتفضلوا على مالكم، حاسب السلمة المكسوره. ضيوف جايين يقعدوا معاكي شويه يا ماما. ام امام. نعم. تعالي هنا اتفضلوا. على مهلكم، حاسب السلمة. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اتفضلي. اهلا اهلا يا شاب. اهلا يا شاب. خشي خشي يا بكري. خشي بالدور حاسب. خشي معاه انت كمان. ايه؟ ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انت بتقولي ايه؟ نسوانه اللي جوزهم قبلك يا ست الستات. نسوانه؟ دول ثلاثة بس اللي قدرت اتحصل عليهم، والباقي في علم ربنا. انت قصدك ايه بالظبط؟ سامحيني يا ست الستات، انا اتخميت فيه زيك تمام، لولاش ان قلبك طيب ونيتك سليمة ما كانش ربنا بعت لنا الثلاثة دول عشان يكشفوه ويكشفوا ستره اللئيم ابن اللئيمة. انت جرالك ايه؟ انت اتخبلتي في مخك؟ لك حق، اشتمي ما بدالك يا ستي. لو قلعت مداسك واديتيني بيه جوز مش هقولك انت بتعملي ايه. انا اللي غلطانه، كان لازم اسال واطقس عليه قبل ما ابليكي بيه، لكن هقول ايه؟ اسمه ربنا. هي دي بقى الرسمه اللي رسمتيها انت واولادي عشان تخربوا بيتي؟ وحرسم عليكي ليه يا ست الستات؟ قال الجمل طلع النخله. ادي الجمل وادي النخله، عندك النسوان بتوعه بره هم. اطلع اسألي واتطقصي منهم وانت هتعرفي كل حاجة. قلبي مش مرتاح للموضوع ده ليه؟ لا يا ماما ما تخافيش، بس المهم اول ما امشي انا تصحي بابا وتوزعي واحنا نستناكي في الاوتيل، بس ما تاخريش. طب بقول لك ايه لو احسن، ما تروح انت وانا اجيب لك الفلوس معايا. يا ماما انت رخره، انت خايفه على الفلوس ومش خايفه عليا انا؟ مش قصدي يا لو احس. طب المهم بقى باي باي دلوقتي عشان بابا يصحى. كان نفسي قوي اقول لك بسهوله، صعبان عليا قوي ما احضرش الفرح بتاعي.
لكن معلش بقى والبركة فيكي. معلش يا حبيبتي يلا توكلي على الله. متأخريش ها؟ حاضر. مزاجة مزاجة. نعمين يا عرب. فين الشاي؟ شاي؟ هعمل لك كوباية شاي حالا. أنا خدني من بيت أولادي وجوزنا في الشقة دي. على فكرة الشقة دي مفروشة. مفروشة؟ أمال أنا كمان اتجوزت هنا. هو كدبت عليا ساعتها قال لي الشقة دي تمليك. هو كذاب كبير. أنا اتجوزني في شقتي في الزمالك. طب أنا اش دراني إنكم لا مؤاخذة يعني ما بتكذبوش عليا. ونكذب عليكي ليه؟ هاتيلي التليفون وأنا أطلبولك عند نزاجة. أنت كمان تعرفي نزاجة؟ اللي أعرفها مسكينة مستحملاها أكتر من 20 سنة عشان تربي بنتها الغلبانة. أنا كنت حريصة من الأول، قلت له أولاد لأ خلفة مفيش. طبعا حضرتك طلعتي واعية. الإنسان لابد يكون حذر في كل تصرفاته يا عزيزي. نويني التليفون من فضلك. حاضر بعد إذنك يا حماتي. لأ أنا اللي هكلمه. الو ايوه بهي في ايه؟ طيب هعدي عليك الليل. مع السلامه يا بهي. هتنامي هناك الليله دي؟ انا متفق معاها اجازه الليله دي بس مش عارف عاوزاني ليه. على امك هشوف ظروفها ايه واخلع. مالك يا وليه مش على بعضك ليه؟ لا مفيش حاجه. هيكون في ايه يعني؟ مفيش حاجه خالص. والبت فين؟ البت اديتها الفلوس عشان تدفع ايجار لاصحاب البيت. تدفع الايجار لاصحاب البيت؟ ما تدخلي يا عروسه، انت واقفه كده ليه؟ مش تقولي بيت مين ده الاول؟ ده بيت امي وابويا الله يرحمه. ده بقى بيت العز اللي انا اتربيت فيه. ان شاء الله هنكتب الكتاب هنا. طب ما قلتش كده ليه من الاول؟ جبت الفلوس؟ طبعا. يا روح ما تحرمش مني يا واحس. بس ماما دلوقتي تلاقيها هتروح الاوتيل ومش هتلاقينا وجايز تقلق. تقلق ليه بس؟ وهتقلق من ايه يا حبيبتي؟ ما هي فاهمه ان احنا حاجزين اوضه هناك زي ما انت فهمتني. اوضه هناك اوضه هنا. المهم ان اللي الواحد رسمه حصل. لا احس. تعالي يا حبيبتي. حبيبي يا حمدي. حبيبتي لا احس. واخشيني عليك يا حلوه. خير؟ كل خير ان شاء الله. في ضيوف جوه عايزينك. ضيوف؟ اهلا وسهلا. ايه ده بهي؟ مؤتمر الارشمات رسمه ايه؟ تعرف الستات دول ولا ما تعرفهمش يا سيد؟ سيد ايه اللي عملتيه ده يا وليه؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا. كلمك انت بصفه ايه؟ بصفه جوز بنت الست اللي وثقت فيك وامنت لك يا سيد يا مغربي. جوز بنت الست اللي افتكرتك بني ادم بحق وحقيقي. لا يا وليه انت. ولولو عليك ساعه وسكتوا. ما تقولهاش يا وليه. انا عايزه كل مليم خدته مني يا سيد. انا ما خدتش منك ولا مليم. انت اللي خدت شبابي. خدت احلى ايام عمري. انت واخد مني 11000 جنيه غير كل الصيغه اللي عندي. لا الاتحاد مش عاوز. انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ اسمعي يا بهية، القانون لا يعفي المغفلين. اذا كنت تقدر تثبتي ان انا خدت منك جنيه انا مستعد ادفعه لك 10. ده انا سيد مش سيده يا اختي. بس ليها شروط. اولا تبريني من الحق والمستحق. ثانيا كمل يا سيد كمل. ما انت بجح حرام مظبوط بسرقته وبيفرض شروطه. عاوز من امي ايه تاني يا سيد؟ بس صلى على النبي كده توريني عرض كتابكم. وانت اولهم. الشقه دي انا مأجرها مفروشه ولازم اسلمها لاصحابها الليله دي. يا لص يا سافل. ايه ده مغربي؟ اما طلقتش امي الليله دي واديت لها كل حقوقها هتخسر اغلى ما في حياتك. بقول لك ايه؟ اسمعني كويس وفكر في كلامي. انا قاعد في البيت وترد عليا. يلا ابراهيم. يلا يا عمر. ايه اللي كمان ايه؟ تريح يا سعاد. ايه ان شاء الله.
يلا يلا طيب يا اخويا يلا استمر سودت وشي يلا 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 وش في عينك وفي عين ابوك يلا 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 بره ودتونا في داهيه كانت كداهيه في ايامكم السودة. الو ايه في انا زنك انا اللي ضيعتها انا اللي ضيعت بنتي يا سيد كنت عايزه اجوزها جوازه ما تحلمش بيها كنت عايزه اشوفها احلى عروسه في الدنيا كان نفسي ما تشوفش اللي انا شفته ارجوك يا سيد تلحقوا قبل ما يخطفوا بلغ النيام بلغ البوليس ابوس ايدك عايزه بنتي عايزه بنتي اضربني اقتلني بس هات لي بنتي روح لمؤمام روح لمؤمام هي تعرف قراره شكله ايه الواد ده شكله اسمر وشعره اكرت بنتي يا خبر ده باين عليه حمدي والمعزين طب مش كان يجيب لي الفستان الاول دلوقتي حقبل الناس ازاي كده منور بيك يا حبيبي وبعروس السيد المغربي بس انت قلت لي انك هتوديها لابوها لا ابوها هو اللي هيجي يستلمها لا حول ولا قوة الا بالله مش كتبت يا ابني لا مؤاخذة انت المأذون ايوه خير انت كتبت والحمد لله يا رب العالمين تعالى تعالى معايا ايه الحكاية انا معايا ايه العبارة اهلا يا ابو السيد فين بنتي والله انت جاي تبارك ولا جاي تعمل غاغه شوف انا عمري كله في اللحظه دي فين بنتي لا بغالب ومغلوب يا سيد البهوات فين بنتي اهدى عشان نلعب صح يا جوز امي امك طلعتها خلاص فين بنتي بنتك في الحفظ والصون احنا عندنا اصل اتفضل لاحظ بنتي بنتي عملتوا فيها ايه؟ بنتك بخير يا مغربي يعني ما لقيتوش الا بنتي تنتقموا منها انت اللي مسؤول عن اللي جرى لبنتك يا سيد قبل ما تحاسب الناس حسب ضميرك اذا كان لسه باقي عندك ضمير حقك علي يا بابا سامح هو اللي ضحك علي انا وماما وفهمني انه انا اللي غلطان انت اللي سامحيني سامحيني لو احس سامحيني يا بنتي